وبدأ البث على اليوتيوب، لكن خلينا بس نبعته على الجروب. تمام، تم إرسال الرابط. السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية، ويعطيكم العافية. وإن شاء الله اليوم راح نستكمل الدورة، وحنستكمل المحاضرات اللي كنا بدأناها قبل رمضان، وكان نسبة للطلب العالي على الإدارة الصفية وعلى بعض الورشات، فقررنا في التعاقد مع أكاديمية نيو فيرست في ريجاينا وأكاديمية نيو فيرست في العين. قررنا أن نعمل محاضرة بشكل كامل إن شاء الله عن الإدارة الصفية الناجحة والعوامل المؤثرة في الإدارة الصفية. طبعا كل اللي موجودين طبعا معنا أكيد معلمين، وعارفين شو المقصود بالإدارة الصفية، وعارفين شو الواحد ممكن يستفيد من الإدارة الصفية لو عرف العوامل الناجحة اللي بتأثر في الإدارة الصفية. الآن بشكل واقعي، بشكل واقعي لما نيجي نتكلم عن الإدارة الصفية كأننا بنتكلم عن إدارة أي مجال من المجالات. يعني مش بالضرورة أنه أنا الآن بتكلم عن الإدارة الصفية أني ما أوضعش أمثلة معينة في أشياء أو في أشياء لا تخص الإدارة الصفية. يعني على سبيل المثال، لما أنا بدي أتكلم على إدارة شيء معين، معنى الكلام بده يجي في بالي مباشرة مباشرة أول شيء بده يجي أو بده يخطر في بالي كمعلم أو كمدرس أو كتربوي، عملية التنظيم. يعني إدارة هي عملية تنظيم، هي عملية وعي وتنظيم، هي عملية بيسودها النظام أو عملية بيسيطر عليها النظام. طالما أن أنا قلت بيسود فيها النظام أو بيسيطر عليها النظام، معنى الكلام أنه مباشرة بدي آخذ العكس، بدي آخذ العكس عسبت أنها تكون صحيحة. يعني لما باجي أنا بقول الإدارة الصفية الناجحة اللي بيسود، من كلمة إدارة بيسودها النظام، من كلمة نظام أو من كلمة يسود النظام أو يسود الهدوء أو يسود التنظيم، مباشرة بدي أبتعد عن الأشياء اللي هي عكس النظام، اللي هي مثلا الفوضوية أو الاضطرابات أو القلق أو التوتر أو إلى آخره. يعني كل الكلام التربوي اللي ممكن تلاقوه موجود عندكم في داخل المنظومة التعليمية أو في التعلم الفعال. هسا عشان نتكلم عن الإدارة الصفية الناجحة وعوامل الإدارة الصفية الناجحة، في شغلة مهمة جدا 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 لازم كل معلم، لازم كل معلم ياخذها في عين الاعتبار عندما نتكلم عن الإدارة الصفية الناجحة. وهاي الجملة يا ريت تسجلوها أو تخلوها في عين الاعتبار بشكل أو بآخر. الإدارة الصفية هي من تحكم عليك كمعلم في النجاح أو في الفشل أثناء الحصة. سؤال دائما بنسأله للمعلمين، دائما دائما بنسأل المعلمين، حتى يسأل هذا السؤال في المقابلات. كم طالب تحتاج ليعيق لك الحصة؟ كم طالب تحتاج ليعيق لك الحصة؟ يعني عشان حصتك ما تمشيش بالطريقة اللي أنت مخطط لها أو أنت بالطريقة اللي بدك إياها تمشي، بنسأل المعلم كم طالب بتحتاج في الصف؟ يعني لو عندك 25 طالب أو 30 طالب، كم طالب بتحتاج عشان يبوظوا لك الحصة؟ يعني عشان يخربوا الحصة، عشان الحصة ما تمشيش بالطريقة اللي أنت خططت لها بالمفهوم التربوي أو بالمفهوم الحديث أو بالمفهوم الصح. دائما الإجابة هي طالب واحد. الإجابة الصحيحة مش طالبين ولا ثلاث ولا أربعة، لا، هي عبارة عن طالب واحد. طالب واحد مستعد إنه يضيع كل جهدك اللي بدك تعمله في الحصه لو لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. اذا انت الان لما بتيجي تتكلم عن اداره صفيه، اول عنصر من نجاحك في الاداره الصفيه هو الطالب، مش انت.
طالب، لانه انت الاداره الصفيه انت بتعملها لمين؟ بتعملها للطلاب مش لك انت. بتعملها عشان تدرس، طب مين بدك تدرس؟ بدك تدرس الطلاب، مين اللي بده يستفيد؟ الطلاب، الاوت كمز، النتائج، النواتج، التعلم، النتائج تتحقق، تتحقق من مين؟ تتحقق من قبل الطلاب. اذا معنى الكلام بدك تاخذ في عين الاعتبار انه الطالب، الطالب هو محور الاداره الصفيه الان، اصبح عندي الطالب هو المحور الرئيسي في الاداره الصفيه. اذا معنى الكلام ثلاث ارباع حديثنا اليوم راح يكون عن دور الطالب في الإدارة الصفية، أو دورك أنت في تنظيم الطالب في الإدارة الصفية. هاي النقطة اللي أنا حابب أركز عليها أول نقطة. الآن في تعريفات كثيرة، لو بدنا نمشي إحنا زي ما تكلمنا في نسق المحاضرة، تكلمنا في نسق المحاضرة أن المحاضرة راح تتجدول بكذا طريقة، حكينا أن المحاضرة راح تتجدول بكذا طريقة، أو راح يكون في إلها محور نقاش. المحور النقاش اللي بده يكون الأساسي هو مفهوم الإدارة الصفية، مفهوم الإدارة الصفية. الحين نحن زي ما بنتكلم، بعيد مرة ثانية، دائما الكلام التربوي يعني هناك 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 جدل ما بين النظرية والتطبيق، النظرية والتطبيق، يعني ما بتشوفوه بالكتب وعملية تطبيقه في جدل دائما كبير بينهم، يعني جدل يعني تعارض، يعني مش كل شيء موجود في الكتاب أو مش كل شيء أنت بتقرأه في النظريات التعليمية أو التربوية أو إلى آخره بتقدر فعليا تطبقه على وجه الأرض، أو بتقدر تطبقه 100% زي ما هو موجود في الكتاب. هذا الكلام بدك تاخده في عين الاعتبار من الآن. ليش؟ لأنه هذا بينبني عليه أسس وبينبني عليه عوامل بعد ذلك راح تبيح لك حرية التعامل مع الطالب، لأنه أنت مش كل حاجة راح تلاقيها في الكتاب، مش كل حاجة راح تلاقيها في مفهوم. يعني الآن نتكلم عن مفهوم الإدارة الصفية وأهميتها، بعد ذلك ننتقل لعوامل النجاح والتخطيط والترتيب. هسا مفهوم الإدارة الصفية زي ما هو موجود امامكم في زي ما هو موجود امامكم في السكرين، انا لو بدي اجي اتكلم عنه اللي موجود بالاحمر بلاش احنا نقرا كل حاجه، خلينا في اشياء معينه فقط احنا راح نركز عليها عشان نقدر نزيل الخلاف اللي ما بين النظريه والتطبيق. النظريه والتطبيق يعني هذا الكلام اللي موجود دائما في الكتب في الاداره الصفيه اللي احنا بنقراه في الدفاتر او بنقراه في الكتب او في ماده التدريس، طرق التدريس، او في ماده القياس والتقويم او الى اخره، هذا الكلام هذا فعليا بقدر اطبقه على الارض؟ تعالوا نشوف مع بعض. تلك العمليه التي تهدف الى توفير تنظيم فعال، تكون هي عمليه تنظيم. طب انا عشان ما يصيرش الخلل هذا بفتح لكم المايكات، انا كان بودي انه اضل فتح لكم المايكات لكن يبدو انه مش حيزبط، لازم اسكرها. لو سمحت يا دكتور حماده معلش اقطع حضرتك، اتفضل. بخصوص السكرين شير مش شغال، بس ابدا السكرين شير مش شايفينها يعني انتم الان؟ لا 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 مش واضحه على الشاشه كامله ثانيه. لا انا بوضح منها شوي شوي، يعني هي مش هتظهر كامله لكن الان المفروض ها يعني على الاقل اللي بالاحمر واضحه. واضحه يا دكتور واضحه. خلاص الله يعطيكم العافيه، انا بس هضطر اسكر الكاميرات المايك عليكم، يعني اسف للكلام هذا عشان اقدر بس اتكلم واخذ، واللي عنده سؤال يا ريت يكتبه لانه احنا هنحاول نطرح هنحاول نسيب يعني نسيب لو شيء بسيط يعني لاسئله بعض المعلمين. وفي كان اجاني كثير رسائل من المعلمين بيتكلموا عن الرخصه التربويه في الأيام السابقة للأمانة، لأنه كان في امتحانات عن رخصة المعلم ورخصة القيادة التربوية، فأنا حضرت مجموعة بسيطة هيك من الأسئلة اللي كانت جاي في آخر امتحانات وبعض الاستفسارات حرد عليها بعد ذلك. يعني كانوا طالبين كثير يعني المعلمين، وصلني يمكن 300 أو 400 رسالة على الخاص من المعلمين بيسألوا عن الرخصة وطريقة الرخصة وآليتها والكلام هذا، فأنا هتكلم عنه برضو يعني خليني أقول بشكل مختصر، وإن شاء الله يعني لربما بيكون في بيننا لقاء آخر نتكلم بشكل موسع، أو بيكون في قبل امتحان معين بنحاول نعمل له دورة إن شاء الله عشان الناس هاي اللي طلبت، لأنه الطلب كان كتير من المعلمين إنهم كتير إحنا عندنا الامتحان مرة ومرتين وثلاث، خاصة القيادات التربوية وامتحان الامتحان التربوي، وما قدرنا مثلا ننجح فيه او ما حصلنا النتيجه اللي احنا بدنا اياها. الاسئله بتكون كثير قريبه من بعض، الاجابات بتكون كثير قريبه من بعض، طب كيف فينا نستخدم الكلام هذا؟ ان شاء الله راح اجيب عن بعض الاسئله هاي، حجيب عليها في نهايه المحاضره باذن الله. الان ننتقل مره ثانيه، للتعريف المهم اللي هو مفهوم الإدارة الصفية. زي أنا مديت بس عليه تعريف مباشر قبل ما نبدأ، تلك العملية التي تهدف إلى توفير تنظيم فعال. إذن في عندي تنظيم وفي فعال، الكلمتين اللي أنا حكيتهم في الأول هي تنظيم وفعال. تنظيم لمين؟ للطلاب يا جماعة، وذلك من خلال توفير جميع الشروط اللازمة لحدوث التعلم لدى التل. إذن شو الهدف من الإدارة الصفية أو الإدارة الصفية الناجحة؟ عملية تنظيم لمين؟ للطلبة، طلبة بتتيح لي الشروط اللازمة لحدوث عملية التعلم. إذن شو هي عملية التعلم؟
الآن سجلوا هذا الكلام له، لأنه هذا الكلام يسأل في الاختبارات. شو عملية التعلم الفعال؟ عملية التعلم الفعال، عملية التعلم الفعال هو تحقيق ناتج التعلم، هو تحقيق ناتج التعلم المخطط له من قبل المعلم. هذا لو أجاك السؤال في الاختبار التربوي، لو أجاك السؤال هذا بتكون إجابته بالصورة هذه. إذن عشان أنا الآن يكون في عندي إدارة صفية ناجحة وتتوفر فيها الشروط، لازم يحدث التعلم. شو حدوث التعلم؟ حدوث التعلم هو تحقيق، يعني لو أدك شو ما هو حدوث التعلم، هو تحقيق ناتج التعلم المخطط له من قبل المعلم مسبقا. شو ناتج التعلم؟ ناتج التعلم هو عبارة عن الهدف اللي أنت بدك تصله في نهاية الحصة. يعني على سبيل المثال، إذا أنت بتدرس مثلا أجزاء الشجرة، أو أنت بتدرس مثلا سورة قرآنية، أو أنت بتدرس تفسير، أو بتدرس نظرية معينة في الجيومتري أو في الجبرة، أنت في آخر الحصة بدك الطلبة تصل لتعرف النظرية هاي وتطبقها. طبعا التطبيق قلنا طبعا التطبيق أو ناتج التعلم يطبق من ست محاور: من فهم ومعرفة، أول شيء اللي هي معرفة، فهم، تطبيق، تحليل، تركيب، وآخر شيء اللي هي التقويم أو الإبداع. دائما لما تسمع ناتج التعلم مباشرة اربط ناتج التعلم، اربط ناتج التعلم مباشرة، اربطه بهرم بلوم، في بلوم تاكسونومي. يحقق ناتج التعلم بست محاور، يعني في عندك ست طرق او ست انواع من الاسئلة فيك تحقق فيها ناتج التعلم. اذا نرجع بس شوي لورا على المفهوم الادارة الصفية، مفهوم الادارة الصفية العملية التنظيم الفعال اللي بيهدف لحدوث تعلم. لمين؟ للطلاب، بيحدث للطلاب. تمام، حتى الان يعني الكلام واضح جدا وما فيش فيه اي صعوبه. طب شو اهميته؟ اهميته حدوث تفاعل ايجابي بين الطالب والمعلم. اذا الان انا بنظر على ايش؟ بنظر الى تفاعل ايجابي بين الطالب. طب كيف يحدث التفاعل الايجابي بين الطالب والمعلم؟ يحدث التفاعل الايجابي بين الطالب والمعلم عن طريق الحوار يا جماعه، عن طريق الحوار. الحوار ما في طريقه ثانيه بيحدث فيها تفاعل ايجابي، لانه الاستاذ لو ما سالش الطلبه مش حتجاوب. برضو كلام منطقي جدا، من خلال نشاطات منظمة، أنشطة منظمة بيعملها، سواء كانت في استراتيجية معينة أو كانت عبارة عن تأية حافزة، أو عبارة عن مثلا باوربوينت عرضه للطلاب، أو عبارة عن فيديو، أو عن كويزز، أو عن أي شيء ممكن يعمل المعلم. طيب برضو كلام خلينا نقول كلام عام أو كلام كلنا بنعرفه. فإذا كانت هناك البيئة، طيب في بيئة صفية مناسبة، إذا في شغل الآن تنظيم تعلم فعال، بيئة صفية مناسبة. هسا البيئة الصفية المناسبة في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال البيئة الصفية اللي موجودة عندنا في المدارس، أنا بقدر أقول أكثر من 90% منها مناسبة لحدوث عملية التعلم. يعني البيئة طالما أنه أنت موجود في غرفة صفية، الغرفة الصفية فيها بروجيكتر أو فيها سمارت بورد، الطالب معه كتاب، معه دفتر، في عنده طاولة يجلس عليها، في عنده شباك يتنفس منه، في عنده باب، في عنده مخرج، في عنده حرية في التخاطب مع الأستاذ، في 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 الكلام هذا كله، إذن البيئة الصفية فعليا مناسبة. لكن يكاد يكون أنه في نقص في البيئة الصفية من الناحية التربوية أو من الناحية التعليمية. عادة ما بيهتموا المعلمين، أو بكون في عدد كبير من المعلمين ما بيهتموا في تنظيم البيئة الصفية. شو أقصد؟ دقيقة بقى. إذن البيئة الصفية هي موجودة بمفهومها موجودة، لكن المشكلة تحدث أحياناً في تنظيم البيئة الصفية بالنسبة للمعلمين. كيف تنظيم البيئة الصفية بالنسبة للمعلمين؟ لأنه هاي برضو إلها اتجاه قوي في تحقيق ناتج التعلم اللي احنا تكلمنا عنه قبل شوي، اللي انت بتعمل أصلاً عملية الإدارة، بتنظم الصف، بتهيئ الجو، التهيئة اللي موجودة. الآن البيئة الصفية أو الصف نفسه تهيئته أكاديمياً فيها مشكلة. الآن الفصل عشان يكون ناجح لازم يكون في ريسورسز، وتكلمت أنا في المحاضرة السابقة، ريسورسز يعني مصادر يا جماعة، في مصادر للتعلم مختلفة. من إحدى هذه المصادر، لما تكلمتكم المرة اللي فاتت أن الكتاب لا يعتبر عن المنهاج، ولكنه يعتبر مصدر من مصادر المنهاج، يعني مصدر واحد. الآن كل ما زادت، كل يعني التناسب الطردي زي ما بقولكم، كل ما زادت المصادر التعليمية اللي موجودة في الصف، كل
مكان في إدارة صفية ناجحة أكثر. يا ريت تسجلوه برضو هذا الكلام. كيف يعني؟ أديكم مثال. تزيد فعالية الإدارة الصفية يا جماعة، تزيد فعالية الإدارة الصفية، وهذا الكلام مهم جدا جدا جدا. تزيد فعالية الإدارة الصفية لتكون ناجحة وفعالة كلما زادت مصادر التعلم داخل الفصل. هذا الكلام مش موجود في الكلام اللي أمامكم بشكل أو بآخر، بس خليني أفسر لكم إياه. ليش أنا بقول لكم دائما بدكم تخلطوا ما بين النظرية والتطبيق؟ كيف كلما زادت المصادر اللي موجودة داخل الصف كل ما زاد عملية إدارتي صارت أقوى وأحكم؟ أنا بقول لكم كيف. الآن الطلبة اللي موجودين، كنا زمان بنعمل في أول السنة اختبار بنشوف اللي هو الستايلز أوف ليرنرز، اللي هو أنواع المتعلمين، اللي هو الفيجوال والأوديو، واللي بتعلم بالريدينج، واللي بتعلم في استبيان معين بينعمل. تقدر تحقق عن طريقه تشوف تحدث عملية التعلم عندك في الصف. هل أغلب الطلبة عندك سماعيين؟ يعني بيحبوا يسمعوا أو بيحبوا يشوفوا أو بيحبوا يكتبوا أو بيحبوا يقرأوا أو بيحبوا مع بعض الأوديو فيجوال؟ كان في استبيان بنعمله للطلبة زمان ولا زال موجود في بعض الأحيان. شو علاقة هذا في هذا؟ الآن أنا بقول لكم شو علاقة هذا في هذا. لما أنت بتوفر للطلبة، لما أنت بتوفر للطلبة مصادر سماعية ومصادر قرائية وكتابية ومصادر مختلفة، يكون فيها فيديوز، لايبراري، يعني يكون في لايبراري في داخل الفصل، يعني لو لايبراري صغيرة، يعني مكتب صغير يكون فيها بعض مجموعة من الكتب، تمام؟ لما أنا بتكون عندي كل المصادر هاي في الصف، أنا بتيح أكثر فرصة للمتعلمين. وأديكم مثال آخر يعني يوضح فيه أكثر. كلما أتحت الفرصة أكثر للمتعلمين كلما كانت إدارتك الصفية أنجح. كيف أتيح لهم الفرصة؟ تختلف الطلاب، بيختلفوا عن بعض. في طلاب بحبوا يتعلموا عن طريق القراءة والكتابة، في طلاب بحبوا يشوفوا فيديوهات، في طلاب بحبوا يتعلموا بديهم البراكتيكال هذول، في طلاب طبعا بقاء أثر التعلم، في نظريات بقاء أثر التعلم، هذه شيء ثاني. بقاء أثر التعلم أكثر شيء من نقل الخبرة للآخرين، تقعد 90% في عقل الطالب. يعني الآن لو جيب التجربة وخلت الطالب يعملها، هاي معدلها عندنا في علم التربية في بقاء أثر التعلم 90%، لكن لو شافها وكتبها وقرأها هذا لا يتجاوز 55%، يبدأ من 5. لو سمع 5، لو قرأ مثلا 15 سمع وقرأ، لو كتب بتصير 50، لو نقل للآخرين بتصير 90. هذا اسمها بقاء أثر التعلم، فيكم تبحثوا عنها. بقاء أثر التعلم بتصير 90% إذا الطالب نقل الخبرة للآخرين، يعني اللي تعلمه علم غيره فيه. طيب أنا لما بتيح مصادر، دائما بنقول للمعلم إحنا تيح فرص للطلاب. بيجي بقول لك كيف أتيح فرص للطلاب؟ تيح فرص للطلاب إنها تشتغل في داخل الفصل، لأنه كلما أتحت الفرص أكثر للمعلمين للطلاب عن طريق المصادر كلما أشغلتهم أكثر. كيف يعني أشغلتهم أكثر؟ يعني صار الطالب ملاقي حاجة بيحبها يعملها في داخل الفصل. فلما أنت بتكون متنوع المصادر، شو اللي بيسبب الملل عند الطالب في داخل الحصة؟ اللي بيسبب الملل حنتكلم عنه بعد ذلك، لكن طالما إنه في حديثنا، اللي بيسبب الملل عند الطالب شغلة رئيسية، إنه لا يوجد له فرصة في المشاركة. كيف يعني لا يوجد له فرصة في المشاركة؟ إما بيكون مستوى أقل من مستوى الطلاب، وإما بيكون المعلم يتكلم بأسلوب المحاضرة الممل، يعني هو والطالب ما بيحبش يسمع، بيحبش يقعد، يكون شوية عنده هايبر، حتى لو مش هايبر أكتف، في طلبة بتحبش تجلس تسمع ربع ساعة واحد يخطب قدامهم، ما بيقدرش يتحمل، وكتير هاي النوعية كتير من الطلبة. إذن لا يوجد فرص للطلبة إنهم يشاركوا. لكن أنا الآن لما بتيح له كتاب اللي هو الكتاب المدرسي، وبقوم متيح له أداة ثانية، أدوات التعلم الثانية، لو شغلي يسمعها، لو موجود آيباد، لو موجود لابتوب، لو موجود سمارت بورد، لو موجود في أقل الأحوال مثلاً بروجيكتر، تمام؟ وأنا بجيب للطلبة فيديو، مرة جبت لهم فيديو يسمعوا، مرة عملت لهم إشي على ورقة عمل، مرة عملت لهم شيء من الكتاب، مرة قسمتهم كورنرز، عملت كورنر في داخل الصف، يعني عملت كورنر للقراءة، كورنر للكتابة، وخليتهم يتبادلوا. أنت الآن في عندك مصادر مختلفة داخل الحصة. هاي المصادر حتتوزع على الطلبة، يعني كل طالب حيلاقي نفسه في نوع من أنواع هاي المصادر. يعني هو ما بيحبش مثلاً يكتب كتير، لكن أنت أتحت له فرصة أنه يستمع لفيديو معين، أنت أتحت له فرصة أنه يشتغل لإيده، أنت أتحت له أشياء كتيرة أنه يعملها. فهاي الشغلة بتعطي فرص للطلاب. عشان هيك احنا بنحكي كلما زادت المصادر كلما كان هناك أكثر
سيطرة للمعلم على الصف، وكلما كانت إدارته الصفية ناجحة. إذن حطوا عندكم كنقطة رئيسية اللي هي المصادر التعليمية. المصادر التعليمية لازم تكون مناسبة للطلاب، لأعمارهم، لسنهم، لهواياتهم، للأشياء اللي بيحبوها. طبعا هذا الكلام لربما أنه بعض المعلمين بيلاقوه صعب عليهم، لكن أنت أتيح ما تستطيع. أنت في كل درس ممكن تطلب من الطلبة يجيبوا بعض الأشياء. انت ممكن انت نفسك كمعلم تجهز بعض الوسائل داخل الصف. ما توقعش انه في مثلا مدارس لحد الان ما فيش في الصف في بروجيكتر، توقع كل المدارس اصبحت يا اما بروجيكتر يا اما سمارت بورد. فهاي الشغله مهمه جدا، لانه انت في النهايه تبحث عن تحقيق اللي هي ايش ناتج التعلم اللي مطلوب منك. طبعا نقرا كلام، هنقف على الاشياء المهمه جدا، ممارسات المعلمين الصفيه اللي تعزز او تضعف ايش عمليه التعلم، لانه دائما احنا بنربط الاداره الصفيه في عمليه التعلم لدى التلاميذ. الاداره الصفيه الناجحه يمكن ان تلخص الاداره الصفيه بانها عمل نشاط مشاركه فعاله. دائما انتبهوا لما بنقول الاداره الصفيه، اذا في مشاركه فعاله، في تعليم فعال للتلاميذ داخل الحصه، يقوم المعلم بتوجيه طرح الاسئله. لاحظوا انه في ايش، في عندي الحوار، لانه بدون حوار لا يوجد مشاركه. اذا انت يعني انت لازم يكون في عندك طريقه كمان للحوار مع الطلبه، ولا يطرح الحلول الجاهزه. دائما الطلبه بتستثار اكثر مع الاسئله الغريبه، اللي هي الاسئله اللي بتيجي بعد التطبيق، بتيجي على التحليل والتركيب والتقويم او الابداع. يعتقد الكثير من المعلمين ان اداره الصف تكون ناجحه حينما يكون الصف هادئا، وهذا بدنا نتوقف عندها شوي يا جماعه. مش معناته ان انا دخلت على الصف ولقيت الطلبه كلهم ساكتين انه انت، لا بالعكس. ولو لقيت ان الطلبه صوتهم عالي انه فيش عمليه تعلم فيش اداره، لا. الاداره الصفيه الناجحه، خذها بملخص بسيط جدا بالتطبيق مش بالنظريه، يعني اللي شفناه قبل شويه بالنظريه، خذها بالتطبيق. هي قدرتك على تنفيذ حصتك كما خططت لها. يعني الآن بدنا نيجي نعمل اختصار شديد للإدارة الصفية الناجحة، هننتقل للتخطيط كمان شوي. أنت خططت للحصة تخطيط مناسب، دخلت على الحصة أم 40 دقيقة أو 45 دقيقة. بس عشان أنا أحكم عليك أنه أنت إدارتك كانت ناجحة أو لا، أكيد بدي أنظر لناتج التعلم، تم تحقيقه، نسبة تحقيقه، إذا تحقق عند الكل أو ما تحققش، والكلام هذا كله. بدي أرجع مرة ثانية أشوف، طيب اللي أنت خططته لو ما صارش، معنى الكلام فيش إدارة صفية، كنت تكون أنت السبب كمان في هالإدارة الصفية. كيف يعني؟ الآن لما أنا باجي بخطط الأربعين دقيقة والخمسة وأربعين دقيقة، عشان تنجح حصتي لازم أكون مخطط لإلها عشان يكون في نجاح. في كتير ناس بتعتقد إنه لما بكون الصف هادي فيش صوت فيه انه تحدث عملية التعلم اكثر. لا لا لا، مش بالضرورة يا جماعة. لازم الصوت ما يكونش عالي كتير، وما يكونش برضو مكتوم وواطي. لازم يكون في بيئة تعليمية. البيئة التعليمية انه انت لما بتفوت بتلاقي في ناس بتشتغل على اليمين، في ناس بتشتغل على اليسار، في الوسط، في اخر الصف، بتلاقي في حركة في داخل الصف. هذا الحصة النموذجية انه كل الطلاب منشغلين في أداء أعمالهم أو في أداء معين قام به المعلم بالتخطيط له. إذن المعلم قد أتاح فرص عالية للطلاب. إحنا إيش بنجي بنقول لما بنجي نحضر حصة زي هاي، بنقول المعلم أتاح فرص للطلاب، إنه مجموعة من الطلاب تشتغل على لابتوب، مجموعة عندها خمس كتب تبحث عليها، مجموعة معها ورقة عمل، مجموعة معها ورقة عمل ثانية، مجموعة قاعدة تبحث في الكتب في المكتبة لو كان في مكتبة في داخل الصف، مجموعة جالس معهم المعلم وقاعد بحللهم سؤال او براجع لهم. ما فيش فوضى، لكن في صوت. مش هادي الصف، لا مش هادي، لكن في عمليه تعلم، يعني عمليه التعلم موجوده. انت لما بتيجي بتفوت، اذا اول شغله لما باجي بحكم على الصف ادارته بدي اشوف فرص. في فرص عند الطلبه كلهم ولا ما فيش؟ بالعادي لما بفوت عليك مقيم او بفوت عليك مثلا بالعادي اي واحد من المقيمين او مديرك او نائب او الى اخره، للعلم اول حاجه بينظر اليها طبعا بعد ما يتطلع على ناتج التعلم اللي موجود على السبورة، اول حاجه بيطلع عليها اليه جلوس الطلاب، شكل الصف، شكله هل في بيئه تعليميه مبينه. طبعا من شكل الصف ببين انه في عندك اداره او ما فيش عندك اداره، في عندك اداره او ما في، يعني هل انت داير الحصه بشكل منطقي او مش دايرها. انا لما باجي بفوت وبلاقي في 6 7 طلاب او 8 او 9، هذول نسبتهم عاليه من 30، نسبتهم تتجاوز ال 25%، وهذه كارثة. مش لازم يكون في 25% حسب الفريم وورك، هو المفروض ما يكونش حد، لكن في فروق فردية بين الطلبة. لما بتلاقي في 6 طلاب أو 7 طلاب أو 8 طلاب مش تركين معاك في داخل الحصة، ها
هاي بنعتبرها سوء في التخطيط عندك، وهدول الطلاب لربما يكونوا أكثر ناس ممكن تضرك في الإدارة الصفية. هدول عوامل الخطر. أنا لما باجي بشوف مين الطلبة اللي ممكن يزعجوك ويفشلوا لك الإدارة الصفية، طالما أنه أنت ماشي صح ومخطط صح، أقرب الطلبة هدول اللي ما عندهمش فرص. يعني أي واحد ما عندوش فرصة أنه يشتغل، أنت ما أتحت له سؤال معين أنه يشتغل، أنت ما خططت وأنت بتخطط، ما قلت أنا هتكلم عن التخطيط بشكل واضح كمان شوي، ما 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 حطت له عين الاعتبار انه هذول الطلبه مستواهم مثلا دون التطبيق، يعني هو جاي في مرحله المعرفه والفهم بس فقط، مش راح يحل لي اي سؤال ثاني، يعني ممكن يحل سؤال او سؤالين فقط ويمكن ما يحلهمش. اذا انا ما خططت لهم بالشكل الصحيح وضعتهم في عين الاعتبار، هذول اقرب الناس لافشالك في الاداره الصفيه. اذا انت لو جيت بدك تحط احتمالات الان، انا عندي 30 طالب في الصف، انا تعلمت اليوم مثلا او سمعت اليوم انه الاداره الصفيه من أهم عوامل نجاحها أن تكون البيئة الصفية مناسبة وفيها مصادر عشان يكون عملية التعلم فعال. شو يعني عملية التعلم فعال؟ يعني يتم تحقيق نتج التعلم بطريقة صحيحة. تمام، هذا تلخيص للكلام اللي أنا حكيته بجوز في 30 دقيقة السابقة. لما انتقلت على أهمية الإدارة الصفية والممارسات اللي بتصير داخل الفصول، تكلمت بشكل بسيط جدا عن الهدوء، أو مش معنى الهدوء أو الضجر داخل القصة أو الصوت العالي أنه أنت إدارتك الصفية ناجحة. لا، اللي معناته انه دارتك انه في بيئه تعليميه مناسبه موجوده داخل الصف، الطلبه لديها فرص. دائما علم على كلمه الطلبه لديها فرص. طب مين اقرب الناس انها تخرب للاداره الصفيه؟ الان لو بدي اجي انا احط احتمالات، هذول الاربع اشياء اللي تكلمنا عنهم والثلاث اشياء اللي انا يعني بسرعه لخصتهم. اقرب الناس انه يعمل لك فشل للاداره الصفيه او يفشلك في الاداره الصفيه، الناس اللي انت لم تخطط لهم اثناء عمليه تحضيرك للحصه. مش في شغله اسمها التحضير تبع الحصه، نتكلم عليه بشكل موسع الآن، قربنا نصل له يعني دقيقة دقيقتين ونكون وصلنا له. الطلبة اللي أنت ما حطتهمش في عين الاعتبار، الطلبة اللي أنت ما حطيتهم في عين الاعتبار في عملية التخطيط، هم أقرب الناس إنهم يفشلوك. أنت لو جلست مع نفسك كمعلم، اسأل نفسك، أنا عندي مثلاً 30 طالب أو 35 بشكل أو بآخر، مين أنا شو اللي ممكن يفشلني إذا أنا بخطط صح؟ أول حاجة وضعها الطلبة الذي ليس لديهم فرص. ليس لديهم فرص يعني الطلبة اللي أنا ما حطيتش إلهم مصادر تكفيهم، أو ما حطتوش أسئلة تغذيه، أو ما حطتوش أسئلة تشغله. خلينا نقول بالعامي يعني هو إما إن أنت ما شغلتوش هو حيشتغل فيه. إذا لما تيجي تحسبها عندك في الصف 25 طالب، والله في 6-7 هدول دائما بجاوبوش، او في 10 دائما بجاوبوش، مغلبين قاعدين على الكورنر الاخير في اليمين وفي اليسار، وفي منهم 2 في النص، وفي كم من طالب شطرين دائما معذبيني، هدول كل كلمتين هم نطين لي. هاي هدول الطلبه اللي ممكن يفسدوا عليك الحصه. تلاقيت كم من طالب، طالبين 3 شطرين، كل انت ما بدك تحكي لك جملتين نطلق واحد منهم، يا اما سالك سؤال يا اما جاوب معك، يا اما سالك سؤال يا اما جاوب معك. اذا انت عندك مشكلتين الان، انت عندك مشكله في التعزيز وعندك مشكله ثانيه، يعني عندك مشكله في التعزيز، بقول شو مشكله التعزيز، وفي عندك مشكله اللي احنا بنسميها في العلاج. شو التعزيز وشو العلاج؟ التعزيز دائما هي الاسئله اللي بتتوجه، اللي انت بتحطها في التخطيط تبعك في تحضيرك للدرس، اللي التعزيز دائما للطلبه الشاطرين، يعني الطلبه الابف كريكولم اكسبكتيشنز، اللي اعلى من مواصفات المنهج. يعني انا لما باجي بحكم عليهم هذول بتبدا الحل عندهم من عند التحليل والتركيب والتقويم والابداع، بدك تحط لهم هذول الشاطرين. يعني انت بعد ما شرحت دقيقتين هو فهم الدرس انتهى، ويمكن يكونوا محضره في البيت. هذا الطالب جايك فاهم على الحصه، فانت كل ما تحكي كلمتين بده ايش؟ بده يجاوب معك لانه بده يتفاعل. ما هو هاي طبيعه الطالب، هو ما بده يتفلسف الطالب، هو بده يشغل نفسه معك. تمام، فهذا بيكون عكنا عليك، يعني نكد عليك. كل ما انت طلعت طلع لك بطلعه، كل ما طلعت ممكن يكونوا 4-5 عاد ما احلاها في الصف، فبتصير فوضى. وفي عندك 6-7 طلاب في الكورنرز هذول. اذا انت عندك مشكله في التعزيز، انت هذول الطلبه لما جيت خططت للحصه حط لهم اسئله. يعني نتكلم احنا عن التخطيط فيما بعد، بده يكون في نموذج معين للطلبه الشاطرين وفي نموذج معين للطلبه الفشلين. هسه الطلبه اللي انت بتفشل معاهم في انك تديهم، هاي في الحاله هاي انت ما قدمت لهم اي حاجه، هذول احنا بنسميهم علاجيين. فلازم يكون الطلبه الشاطرين في داخل الصف والطلاب اللي مستواهم ضعيف الاثنين انفولفد. شو يعني انفولفد؟ لازم تضمنهم في الشغل. هسه الطلبه اللي في الوسط بالعاده بيكونوا بيسمعوا لك لانه هم بدهم يتعلموا،
بكون نسبتهم عاليه كمان، مش واضح في الصف. اذا انت اكبر مشكلتين لو قعدت بدك تعملهم، اذا انا بكتشف مثلا مع نفسي انه عندي مشكله في التخطيط تحتوي على التعزيز وتحتوي على العلاج، العلاج اللي هم الطلبه الاضعاف، انا ما حطت لهم اسئله بتعود عليهم او ما وفرت لهم مصدر من مصادر التعلم. مثلا الطلبه موجودين معك في طول السنه، يعني فيك بشكل او باخر، بشكل او باخر تعرف شو الطريقه اللي بتعلموا فيها، يعني هل بيحب يتفرج على فيديو، هل بيحب يعمل ورقه عمل، السؤال السهل، هل بيحب يعني انت كقربك منه طول السنه، اذا بتدرس لغه عربيه عندك 7 حصص في الاسبوع، او لغه انجليزيه او رياضيات عندكم 7-8 حصص في الاسبوع والمواد الثانيه، فانتم في الحاله هاي في عندكم فرص عاليه جدا انكم تشوفوا الطلبه مره ومرتين وثلاثه واربعه، بتشوفوا كل يوم كل يوم كل يوم. تمام. اذا كل الكلام هذا بينقلني، اذا انتم ملاحظين في الاداره الصفيه، بينقلني من مشكله لمشكله. تكلمنا قلنا بيئه صفية يكون فيها فرص، شو يعني فرص؟ يكون في مصادر تعليمية بدك تكون مراعي. انتقلنا بشكل للخطة الدرسية اللي احنا بنسميها عوامل، اول عامل من عوامل النجاح هو التخطيط. تخطيط الحصة، شو يا جماعة؟ اذا المعلم ما حض، يعني كلمة تخطيط نحكيها بالعامية تحضيرك للدرس، يعني تحضيرك للدرس اللي بتعطيه بكرة، يعني بكرة عندك 5 حصص كيف حضرت؟ يعني ان شاء الله ببقى اورجيكم تحضير نموذجي فيما بعد ذلك كيف ممكن تحضره عليه. اكيد طبعا كل المدارس عندها قوائم تربوية عالية جدا يعني، وعندهم ناس فعليا يعني، أنا بشوف lesson plans لمدارس للأمانة يعني جميلة جدا جدا جدا، لكن بتظل المشكلة في الكلام اللي أنا بدي أحكيه الآن، يعني اللي بدي أتطرق له الآن. كثير من المعلمين، وطبعا إحنا أنا ما بحطش اللوم يا جماعة، لا تفكروا أنني بحط اللوم على المعلم أو لا، هو هناك في سوء فهم، في سوء فهم ما بين تقدير المعلم للحصة وتخطيطه للحصة، وكتبوهن الكلمتين هذول لأنه بتصير معاك بشكل يومي، تقديرك للحصة وتحضيرك للحصة. التقدير والتحضير يعني يبدو إنهم متقاربات في أهم عامل من عوامل نجاح الحصة هو التحضير. تحضير يعني الليسن بلان اللي انت بتعملها. اغلب المعلمين بيشتغلوا بالتقدير بيشتغلوش بالتحضير. كيف يعني بيشتغلوا بالتقدير؟ انا اقول لكم هاي المشكله اللي بتشوفها، اذا هاي ما انعملتش صح، والمعلم اللي يعني يشك الان في الكلام يعني، او يشك فيه لدرجه معينه، بلاش في رمضان يعني، بعد رمضان لما يبدا الترم الثالث يطبق الكلام اللي بدي احكيه الحين، طبق وموجود على الجروب، يقدر يراسلني بشكل او باخر ويقول لي هذا الكلام كان صحيح والله ما كانش صحيح، او بينه وبين نفسه هو يكتشف. تقدير المعلمين عندنا اغلبهم بيشتغلوا بالتقدير. كيف يعني بيشتغلوا بالتقدير؟ هو خلينا نتكلم عن معلمين اللغه الانجليزيه مثلا، يعني او معلمين اللغه العربيه، اي معلمين يعني بشكل او باخر، بيجي بيقول لك انا بكره عندي حصه لجريد 5، عندي نفس الحصه لجريد 5 بي، بعدها عندي 6، بعدها عندي 8 على سبيل المثال، عنده 3 مراحل. اوكي، هو شاف العنوان او درس السنه اللي فاتت، يعني هو شاف العنوان تبع الدرس او درس السنه اللي فاتت. تمام. اذا المدرسه تبعته بتدق على التحضير اليومي، بتخليهم يرفعوه على درايف او بشوفوه بشكل اسبوعي او كذا، بقوم كاتب في التحضير في الرول اوف تيتشر، مش في رول اوف تيتشر، رول اوف ستودنتس، اي ويل ديسكاس بيج نمبر 25، وبكتب عنوان الدرس، وقبالها بقول اي ويل شو دور الطالب؟ I will divide the students into 4 groups and they will work from page 55. حضر 100%. وممكن يكون ماخذ من السنة اللي فاتت للعلم، يعني ممكن يكون التحضير بيستخدمه كل سنة. طب شو بدك تسوي أنت في 10 minutes هذول في الربع ساعة؟ هو بجوز لربما كاتب إنه أول 10 minutes وبعدين بدي أعملهم assessment, ask questions in the workbook أو ask worksheet. أني worksheet يا أخوي؟ وين هالور؟ شو بدك تسأل فيها الworksheet؟ طيب. هذا التقدير يا جماعة، بقول أو حتى بكتبش، لو المدرسة بتدقش بكتبش، بقول لك طب ما أنا المنهج مدرسه السنة اللي فاتت وعارفه، وأنا أستاذ فاهم اللغة العربية أحسن من اللي حط اللغة العربية فيهم، والإنجليزي فاهمه أكثر من اللي حط الكتاب تبع الإنجليزي، وأقدر أدير حصة ولا أغلبها معلم بيقدر يدير حصة زي، وبروح على الحصة. هذا حضر ما حضرش بالنسبة لي، حتى لو كتب ما حضرش، راح على الحصة. افتحوا يا اولاد الكتاب، open your book page number 55. Today we will talk about مثلا بدنا نتكلم عن trips around the world، وفي عندنا مثلا 3 guys went into the trip bla 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 bla. تكلم له 10 دقائق، بعد ما خلص يلا يا محمد، يريد
اوكي، يريد كتب على السبوره انسخوا يا اولاد حلوا السؤال هذا. هاي الحصه. طبعا نرجع مره ثانيه نشوف الريسورسز اللي استخدمها الاستاذ. اول شيء التحضير اللي عمله غير مناسب. في نص الحصه ممكن يطلع له طالب، هاي حصه ممله بالنسبه لي، حصه ممله. ممكن يطلع له طالب في اول الحصه، في اول الحصه اول ما بدا يتكلم يسأل سؤال، والله يسأل سؤالين، او يبدا الطلاب يناقشوا في بعض، هذول اللي موجودين في الاخر، لانه هي حصه ممله. هو يجي يحكي لنا قصه وبعد ذلك بدنا بعد ما بده يحكي لنا بده يقعد لنا 10 دقائق يسترسل وربع ساعه يسترسل واحنا قاعدين. لا، مش هيك الحصه. هو الان اشتغل على حصته بالتقدير، لربما تنجح معه، تنجح مع كثير من المعلمين، لكن بتاديش الغلط. طب وين دور الطالب المتوسط؟ وين دور الطالب الضعيف؟ وين دور الطالب القوي في كلامك؟ إذا أنت الآن كل حصة في إلها عملية تحضير، في إلها عملية تخطيط لازم تعده. أنا لازم أجلس مع نفسي، لازم أجلس مع، ما أشتغلش بالتقدير، بدي أشتغل بالتخطيط وبالتحضير بشكل رسمي. طبعا بيجي بيقول لي معلم طب ما أنا عندي 4-5 مناهج، بقول له طب ما أنت الكلام هذا لو اشتغلت عليه لمدة شهر أو شهرين بتصير المعلومات عندك أصلا عملية ريبيتيتف، يعني هي شغلة بتتكرر، يعني اللي كنت تعمله في ساعة بتصير تعمله في 5 دقائق. لازم تجلس مع نفسك على الحصة وتقول إنه أنا أول 5 دقائق بدي احضر مثلا فيديو هادف يحقق مثلا ناتج التعلم لدى الطلاب، يحقق لهم جزء من ناتج التعلم. بدي اعرض لهم فيديو لمده دقيقه او دقيقتين او ثلاث مثلا او نص دقيقه. بعد ذلك بدي اسمعهم مقطع واسالهم سؤال واقول لهم اكتبوا لي الاجابه، وبدي اخذ 3-4 اجابات، وبدي يكون السؤال فيه مثلا جزء للطالب الضعيف، جزء للطالب القوي، جزء للطالب المتوسط. إذا أنا أخذت في عين الاعتبار، أنا جالس وحاط فاتح الكتاب أمامي، فاتح الدرس اللي بدي أشرحه بكرة، طب أنت ممكن الدرس بياخذ معك حصتين أو ثلاثة، يعني بغض النظر، المهم إنك تخطط وتعرف. طب خلصت الخمس دقائق هاي، طب في عندي بعد هيك 10 دقائق، العشر دقائق هذول بدي أنا ناتج التعلم الآن بدي أستخدم فيه المصادر التالية، بدي أستخدم فيه الشرح تبعي، بدي أكتب لهم سؤال على السبورة مثلا لو كان رياضيات، بدي أشرح لهم الحل، بعد ذلك بدي أعطيهم سؤال. إذا طلع طالب أو طالبين يحلوه وبقية الطلبة تحل على الوايت بورد، أنا هيك خلصت ربع ساعة من الحصة أو ثلث ساعة. طب خلصت؟ لا ما خلصتش درسك لسه. شو في عندك مصادر؟ في عندك ورك بوك، هل بدك إياهم يحلوا من الورك بوك؟ طب هل في ورقة عمل؟ طب هل أنت حاب تقسمهم مجموعات تديهم سؤال؟ لا بقسمهم مجموعات، لسه ضايل 20 دقيقة، 25 دقيقة ضايل من الحصة. شو رول أوف ستيودنت؟ ستيودنت ويل بي ديفايد إنتو مثلا 3 أو 4 5 جروبس. Every group will answer مثلا different worksheets. على سبيل المثال I will give them مثلا 4 worksheets. بعد ما بخلص الworksheets بدي أعمل لهم مثلا exchange the worksheet. المجموعة الأولى بعد ما بتخلص بدي تقف وتناقش الأسئلة مع المجموعة الثانية والثالثة مع الرابعة، حسب استراتيجية التعليم اللي بتستخدمها. في ناس بقول لك بدي أستخدم جيسكو، في ناس بتقول لك بدي أستخدم عقارب الساعة، ولا أحلى عقارب الساعة. 10 طلاب في دائرة و10 طلاب بوجههم في الدائرة الثانية، مباشرة بتكون سألت كل السؤال، يلا تيرن بسأل السؤال الأول، بعدين تيرن بسأل السؤال الثاني، تيرن في خمس دقائق تكون لفت العشر أسئلة على كل الطلاب، بكيفوا عليها الطلاب هاي، بكيفوا عليها. الاستراتيجيات التعلم لو تتعلموا لكم تنتين ثلاثة أربعة بس تشتغلوا فيهم بكيفوا عليهم الطلاب، منبسطوا جدا وبتعلموا. طب بعد ما خلصت أنا مثلا 15 دقيقة هاي شو بدي أسوي؟ أنا الآن قاعد بحضر. اوكي، في بعد ال 15 دقيقة الآن بدي أنتقل لعملية التقويم الأول. بدي أعمل تقويمين في داخل القصة. بدي أول شيء شو التقويم؟ بدي أعمل تقويم جماعي. التقويم الجماعي بدي أوزع عليهم أسئلة وأخلي الأسئلة هاي مثلا رئيس المجموعة يتشارك مع الطلبة ويحلوها مع بعض، وبعدين بطلع طالب يحل على السبورة، طالب يحل. هذا تقويم أولي، وأنا بدي ألف عليهم في الفترة هاي وأشوف مثلا بدي أخذ له 10 دقائق، طب ضل 5 دقائق، والله بدي أعطيهم فاست كويز على كويزز أو على كهوت. بفتح لهم الكهوت إذا عندك السمارت بورد أو عندك شو اسمه، بحضر لهم سؤال ويلا كل طالب يحل، كل طالب حالتا اللي ما دخلش من آيباد أو ما دخلش من تليفون أو على الدفتر ويقول لي شو إجابته. خمس دقائق بطلع لهم السؤال، حتى لو ما فيش عندي يا سيدي البروجيكتر أو الهاي، أنا محضر لهم مثلا ورق ومصورها أو بكتب لهم السؤال على السبورة، يلا حلوه وجيبوا لي إجابته بسرعة اللي يخلص في آخر خمس دقائق. هذا اسمه تقويم فردي، تقويم فردي بدي أشوف الطلبة حلت ولا لا. أنا عيني مش على الطلبة اللي بتيجي، أنا عيني على الطلبة اللي بتحلش عشان أعرف كم واحد حقق ناتج التعلم كم واحد ما حققش، وبكتب التغذية الراجعة تبعتي على حسب ما بي. طبعا هذا الكلام كله حقق في حصة حصتين في ثلاثة في أربعة. أنت الآن حققت إيش؟ حققت عملية التخطيط الهادف أو التحضير الهادف. أنت الآن ممكن الكلام هذا كدور إلك، يعني دور المعلم إنه بده يعمل تخطيط هادف، بده يعمل ترتيب منطقي للحصة تبعته، بده يعمل دمج لكل هاي الأشياء. ليش؟ عشان
تتيح فرص. انا الان لما تكلمت لمده 5 دقائق وعملت تهيئه حافزه وخليت الطلبه يشاركوني بسؤال في سؤالين، سالت الطالب الضعيف والمتوسط والطالب الشاطر، وعديت الطالب الشاطر سؤال، وبعد ذلك انا شرحت شرحي وطلعت طالبين من الشاطرين يحلوا على السبوره، فيما انه بقيه الطلاب قاعده بتحل على الوايت بورد الصغيره اللي بخليها يجيبوهم معاها او بخليهم يحلوها على الدفتر، وانا قاعد بلف بينهم، بعد ذلك قسمتهم مجموعات يحلوا سؤال ويتبادلوا الاجابات مع بعض او يصلحوا لبعض، بعد ذلك اديتهم كمان تقويم، وبعد في النهايه اديتهم كمان تقويم. انت خططت الحصه لجميع الطلاب دائما، وانت بتخطط في كل مجال انت بتحط في عين الاعتبار شغله، انه كل ما اعطيت الطلبه اسئله، كل ما اعطيت الطلبه ادوار في داخل الصف، كل ما خففت عليك انت الشغل. وهذه بتنقلني للنقطه الثالثه اللي اسمها دور المعلم. تكلمنا عن التخطيط، حرجع خطوه ثانيه لدور الترتيب المنطقي، بس هاي النقطه بتنقلني لدور المعلم. الان الجمله اللي انا كنت بتكلم فيها جمله مهمه جدا جدا جدا. الآن كل ما أتحت الفرص أكثر للطلبة، وكل ما أعطيتهم أسئلة تناسب مستوياتهم لجميع الطلبة، كل ما كثرت من الأسئلة وكثرت من الأنشطة، يعني أنت بتتيح فرص أكثر للطلاب إنهم يتعلموا، كل ما زادت عندك قوة الإدارة الصفية. إذن التخطيط وتحضير الحصة هو العامل الرئيسي الحاكم. طب انت قبل عملت انتسيبيشن، عملت توقع، شو الانتسيبيشن اللي عملته؟ البريدكشن. عملت البريدكشن، مين هم الطلاب اللي ممكن يعذبوني ويفشلوني بالحصه؟ قلنا لكم الثلاث اربع طلاب الشاطرين هذول اللي بنطوا لك كل دقيقتين ثلاثه، والخمسه سته اللي قاعدين ورا، هذول انت في تحضيرك بدك تحط لهم اسئله، بدك تكون حاط في راسك انه هاي الاسئله فت للطلاب الضعاف، وهذا فت لمين؟ للطالب الشاطر. طبعا في مشاكل صفيه، ما بتكلمش عن المشاكل الصفيه وعلاجها يا جماعه، انا بتكلم الان فقط على عوامل اداره الصفيه، لان الموضوع يطول، لكن انا بحاول اركز لكم فقط على العنوان الرئيسي اللي هو الاداره الصفيه الناجحه. ما بتكلمش قاعد عن اللي هو الطالب المشاكس طريقه التعامل معه، او الطالب المشاغب طريقه التعامل معه، لكن هاي فيها حلول، فيها حلول منطقيه اللي هو اشغال الطالب، اتاحه الفرص. انا سلمتها اتاحه الفرص، شو يعني اتاحه الفرص؟ اتاحه مصادر اكثر. في مقوله خاطئه بيعتقدها جميع المعلمين، تتلخص في عباره صغيره جدا، انه كل ما المعلم تكلم اكثر كل ما فهموا الطلبه اكثر. هذا المعلم اللي بيقدر تقدير يا جماعه، المعلم اللي بيقدر تقدير، اللي بيبعد عن قصه التحضير، بيقعدش بخططش حصته بالدقيقه شو بدي اسوي، هيك بصير معه. بقول لك كل ما انا شرحت لا 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 يا سيدي، لا لا، القصه مش هيك. لا تفكروا انه كل ما تكلمت اكثر، يعني انا الان لو فتحت لكم المايكات الان لو فتحت لكم المايكات وبدي استقبل منكم اسئله واجابات ونقاش، هتفهموا اكثر. لكن نظرا لانه العدد كبير والمحاضره بتتطلب علينا انه تكون بالاليه هذه، يعني هي محاضره معلوماتيه يعني بالشكل الاكبر، فقط هاي كل القصه، يعني شنها محاضره معلوماتيه. لكن انا الان لو فتحت لكم النقاش حتكون الاستفاده لكم اكثر بكثير، اكثر بكثير كمان. فانا بدي اسوي لكم اياه، اللي بدي اقول لكم اياه، مش كثر ما تكلم المعلم. يعني احنا الان طريقتنا طريقه المحاضره، هذا خاطئ في التعليم، مش دائما يعني صحيح، تمام؟ مش دائما صحيح، يعني لو فتحنا وتكلمنا اكثر بيكون طبعا في استفاده اكثر للجميع، لكن احنا في معلومات بدنا نعطيها بشكل او باخر انا مهمه جدا. فاحنا لا تربط المحاضره اللي احنا بنحكيها الان بالدرس اللي انت بتعمله بالصف، ابدا لا تربطه. الاعتقاد الخاطئ عند المعلم المقدر، يعني اللي بيقدر حصه تقدير، انه كل ما تكلم اكثر كل ما الطلبة استفادت أكثر. لا يا سيدي، العكس صحيح، كل ما تكلمت أقل كل ما استفادوا الطلبة أكثر. كل ما تكلمت أقل، مش يعني تكلمت أقل يعني تقعد في الحصة ما تسويش حاجة، لا، تقعد على الكرسي. يعني كل ما أعطيت فرص أكثر للطلاب، هذا اللي أقصده، كل ما أعطيت أكثر فرص للطلاب بدورك بقل، بصير دورك as monitor على الحصة، يعني أنت بتعمل monitoration عليه، monitoring. بعد ما شرحت لهذا وزعت الورق، اشتغلوا، هذول بيسمعوا، هذول بيحلوا، هذول بيقرأوا، هذول بيكتبوا، انت بتصلح لفلان، بتفهم فلان، وانت شغال معاهم فقط عملية إدارة، بتلف على هذا، بتلف على هذا، بتجاوب هذا، بتجاوب هذا، تمام؟ واقف بتشوفهم، تسمع ايش بيجاوب، بتشوف النقاشات اللي بتدور بينهم. اذا كل ما انت تكلمت اقل، المفروض انك انت في الوقت العادي، في العادي ما تزيدش عن 10 دقائق، تمام؟ ما تزيدش ابدا عن 10 دقائق، ابدا ما تزيد على 10 دقائق، يعني كل تتكلم في الحصه 10 دقائق. فبدك تنظم وقتك على الكلام هذا، انه ممنوع انك تزيد على 10 دقائق، لانه كل ما انت قللت في الكلام واعطيت فرص اكثر للطلاب في انهم يسووا مهام وانشطه داخل الصف،
كانت الجزء الأكبر من الحصة للطلاب كل ما زادت المعرفة للطلاب أو كل ما زادت عملية التعلم للطلاب، لأنه تذكروا في أول المحاضرة شو حكيت لكم؟ حكيت لكم بقاء أثر التعلم، اكتبوها الكلمة هاي لو حكثوا عليها بتلاقوها، في هرم اسمه هرم بقاء أثر التعلم، نقل الخبرة للآخرين هي أعلى قمة الهرم، اللي هو إنه الطالب ينقل اللي تعلمه لزميله أو يتشاور فيه أو يحكي معاه أو يحاوره فيه أو يعلمه إياه، هذه أعلى هرم بقاء أثر التعلم. إذا أنت أتحت الفرصة هاي، إذا الطالب بيستفيد بنسبة 90% ويبقى أثر التعلم معاه بنسبة 90%. أما إذا الطالب ما شاركش، ما قالش رأيه، ما تعلمش، ما اخطأش، ما صلحتلوش، ما قلتلوش كيف الصح، فيش تعلم، فيش تحقيق ناتج تعلم. للعلم، للعلم كمان في نظرية ربطوها بالكلام اللي أنا بحكيه، كلما أخطأ الطالب أكثر كلما تعلم الطالب أكثر، كل ما أخطأ الطالب أكثر كل ما تعلم أكثر، بس بشرط، مش يعني معناته إنه الولد اللي حطت لي صفار صفار كل الأسئلة، لا، بشرط إنك تعلمه كل سؤال أخطأ فيه، هذا دورك. أما الطالب بيخطأ مرة أو مرتين في سؤالين، لو أنت ما علمته في تغذية راجعة ورحت له وقلت له هذا السؤال بنحل هيك وهذا السؤال بنحل هيك وهذا السؤال بنحل هيك وشرحته للجميع، الطالب مش راح يتعلم الكلام هذا بشكل أو بآخر، مش راح يتكلم وهذا بشكل رسمي. إذن كلما أخطأ الطالب وقدمت له تغذية راجعة مفيدة كلما تعلم أكثر، إذن الطالب بتعلم أكثر من أخطائه. طب وين بيكون بقاء أثر التعلم أكثر؟ بيكون بقاء أثر التعلم عندما ينقل الطالب خبرته للآخرين. يعني أنت لما تيجي تقول للطالب اشرح، وهذه في محاضرة من المحاضرات شرحتها معاكم اللي اسمها فكر ثم زاوج، أو يعني think share and pair بسموها، إنه الطالب أنت بتجلس الطلاب، وحكيت لكم إياها في المحاضرة اللي فاتت للي قبلها، بتخلي الطالب الأعلى للطالب اللي قبله يحكي له الإجابة، بعدين اللي هذا الطالب للي بعده، بعدين للي بعده، بكون أربعة أو خمسة في هذا، بكون أضعف طالب هو آخر طالب جالس، يعني أقلهم معرفة بكون آخر واحد. في حين أنت لما بدأ الطالب الثاني يحكي للثالث، الأول راح حل السؤال الثاني. الولد الضعيف، هاي في استراتيجية think parent share، الولد الضعيف هاي استنتاجا منها، مش هي استنتاجا من الولد الضعيف أو أضعف طالب، هو سمع الإجابة أربع مرات قبل ما يجي. طب وين دور الطالب آخر أضعف ولد؟ هو بده ينقلها لأشطر ولد اللي هو بكون خلص أصلا السؤال الثاني الفترة هاي، فبده ينقلها لأشطر ولد، فلما بيجي بنقل الإجابة لأنه بكون سمع الإجابة ثلاث أربع مرات، ففرصته أعلى إنه يجاوب إجابة صحيحة. لو جاوب إجابة خاطئة بكون قائد المجموعة نفسه اللي هو بحكي له إياها، اللي هو آخر طالب، اللي بعد آخر طالب بيكون قائد المجموعة، بيكون نفس اللي جاوب السؤال الأول، بيكون هو اللي راح يصلح له، اللي بيكون بدور المعلم. هاي استراتيجية تعلم برضو كتير جميلة، لو تستخدموها بتوفر عليكم كتير كتير وقت في داخل الحصص. في استراتيجيات لو تستخدموها بتوفر عليكم، بتؤدي إلى نجاح الإدارة الصفية. إذن النقطة اللي بدي أركز عليها إنه نقطتين تكلمنا عنهم، كلما تكلم المعلم أقل كلما زادت المعرفة للطالب، كل ما كان في دور أطول للطالب وكانت عملية التعلم أكثر وأسرع. النقطة الثانية تكلمنا إنه الطالب لازم يكون في له دور فعال في الحصة من اللي بتيح له إياه، تحضير بشكل أو بآخر لازم يكون التحضير تبعك بالأسلوب اللي إحنا حكيناه أو بالطريقة اللي إحنا حكيناها بشكل أو بآخر. يعني هذا من تكلم. طيب ترتيب المنطقي ودور المعلم، دور المعلم تكلمت عنه الآن. ترتيب المنطقي للحصة الآن ظاهر عندكم للشاشة، هذا الترتيب للمادة الدراسية في ذهن المعلم، أمر لا غنى عنه. طبعا الإدارة الصفية نفس الكلام، يتذكر دوما ما عليه ترتيب منطقي من السهل إلى الصعب، طبعا هاي مهمة جدا، يستفيد الطلاب فيبدأ بما يعرفون لينتقل إلى ما لا يعرفون. هذا الترتيب ضروري وخاصة في المواد اللي بتحتاج لمواد المعرفة أكثر. طبعا أما إذا كان المعلم ينتقل من نقطة ومن نشاط إلى آخر دون ترتيب، فإن ذلك يفقد الصف حيوية ويضعف إدارته الصفية بعيدا عن ذلك. الآن في مشكلة بنواجهها في آخر سطرين، خليني أعلم لكم إياها. تمام، أقول لكم المشكلة اللي بتصير معاكم في الصف، تمام، واللي بتضعفك في الإدارة الصفية. ما هو شوفوا يا جماعة، إذا الطالب، إذا أنت انتقلت من نقطة لنقطة بدون ما الطالب يكون فهمها، اتوقع إنه إدارتك الصفية بعد النقطة هاي تبدأ تضعف. ليش؟
لانه بالعاده سبسيكوينتلي يعني النواتج دائما او الاشياء مبنيه على بعض سبسيكوينتلي يعني بالترتيب. اذا الطالب ما فهمش المدخل تبع الحصه او الهدف ناتج التعلم اللي انت بدك توصل له اياه، بعد ذلك النشاط اللي بدك تعمله بعد ذلك سواء كان سؤال او انتقال من نقطه لنقطه اخرى معتمده على النقطه هذه، وبالعاده تكون معتمده عليها لانه الدرس كله بيكون متكون يعني معتمد على بعضه. طالب هذا مش فاهم وانت انتقلت، هاي النقطه اللي بنواجه فيها مشاكل في داخل الفصول. يعني صحيح انت بتقول المعلم حضر او عمل او اشتغل وفكر في كل طالب، طيب انت وانت بتحضر المفروض بدك تعمل حسابك انه في عندي طلبه، حكينا الطلبه هذول استيعابهم قليل او استيعابهم ضعيف، انا شو حضرت لهم، شو سويت لهم، هل حضرت لهم مثلا سؤال معين، هل حضرت لهم فيديو معين عشان ادمجهم عشان اقدر اوصل لهم. فبتلاقي المعلم اللي بيشتغل بالتقدير زي ما حكينا بينتقل من نقطه الى اخرى دون ما يشيك، وهاي الكارثه، دون ما يشيك فهم الطلبه. دائما بنقول بنقول اربع اسئله مهمات، يمكن حكيتهم قبل هيك او يمكن اول مره بحكيهم، اي بنحكيهم دائما احنا للمقيمين او للمنسقين. وات لما تدخل على الصف، وات ار ذا ستودنتس ليرنينج، هاو ار they learning it, how is the learning being supported, how is the learning being assessed. احكي لكم الاربع نقاط وكيف بدي اعلقهم بالسطرين هذولا. دائما بنقول حتى للمعلمين كمان نفسهم، What are the students learning? What are the students learning? الطلبة اللي موجودين، انتوا لو ملاحظين في الأربع أسئلة اللي أنا سألتها، What are the students learning? و How are the students learning it? و How is the learning being supported? و How is learning being assessed? لو ملاحظين في الأربع أسئلة في كلمة متكررة، شو هي؟ هي طبعاً learning. إذن learning معناها التعلم. كيف بيتعلم الطلاب؟ أول شيء شو بيتعلم الطلاب؟ هل انت لو سالت الطلاب what are we talking about، عن ايش بنحكي اليوم يا اولاد، عن ايش بنحكي يا بنات، شو عنوان درسنا، شو فهمنا، دائما هذا السؤال لازم تكرره. كيف how they are learning it، احنا دائما بنسال how they are، كيف بيتعلموها، هل بيتعلموا بطريقه فرديه، هل بيتعلموا بطريقه جماعيه، هل في بيتعلموا قاعدين باستراتيجيه تعلم، هل في استراتيجيه تعلم معينه قاعدين بيتعلموا منها، how they are learning. How learning is being supported. كيف أنت بتدعم التعليم؟ التدعيم يعني الفرص. شو الفرص اللي أنت بتتيحها؟ متيح لهم كتاب، متيح لهم فيديو، متيح لهم أنشطة، متيح لهم مثلاً tools. شو أنت متيح لهم داخل الصف؟ هل في فرصة لكل طالب إنه يتعلم؟ هل كل طالب عنده resource يتعلم منه الresource اللي بحبه أو الresource اللي ممكن يجتمع معه؟ و how is learning being assessed؟ كيف تتم تقييم عملية التعلم؟ الآن أنا بتكلم عن تقييم عملية التعلم. الآن هاي النقطة اللي علمت عليهم. الآن لازم أنت لما تشرح شغلة معينة يا جماعة you have to check. أنا اللي بنحنا بنحكي how is learning being assessed؟ كيف يقيم عملية التعلم؟ you have to check how much of what you've been talking about have been received by the students. كديش من اللي انت حكيته في الخمس دقائق في العشر دقائق وصل للطلبة وقديش كميته. هذه عملية التقويم، احنا نسميها التقويم او التقويم السريع. لان انا خلصت نقطة معينة بسأل سؤال، شو ما بسألش يعني اياك ابتعدوا عن السؤال التقليدي. في سؤال تقليدي بيسألوه دائما المعلمين، فهمتوا يا اولاد ولا ما فهمتوش؟ هذا السؤال نحن ما بنحبش نسمعه بالمرة في داخل الحصة، فهمتوا والله ما فهمتوش يا أولاد، بنحبش أبداً. إحنا شو بنحب؟ بنحب إنك أنت كأستاذ محمد، okay. Can you tell me what did we learn today? Did you add anything new? What did you learn? سمعني شو تعلمت. ما تقولهمش رفعوا إيديك وبتصير فوضى اللي حتكلم عنها الإجابات الجماعية بعد ذلك. نقطة خمسة، اسأل واحد الثاني الثالث، أنت اللي اختار طبعاً، وما تركزش على الطلبة اللي بيعرفوا دائماً وما تتجاهلهمش. يعني أنت في عندك ليفلز مختلفة في الفصول، اختار من الطلاب اللي مستواهم عالي واحد يجاوب، من الطلاب الضعاف، من الطلاب اللي بيعرفوا يجاوبوا خليه يعيد يكرر، ممكن تخلي مجموعة كاملة تكرر. يعني بعد اسأل فلان after you ask him، اسأل الثاني، اسأل الثالث، خلي إجابات جماعية.
اوكي، وانتقل في الاسئله على بلوم تاكسونومي، يعني خلي اول سؤال عندك اوكي شو تعلمنا اليوم، يعني شو فهمت انت، بس انت اللي اختار الطالب شو تعلمنا، يعني شو فهمت. دائما اختار طالب من الطلبه المتوسطين واللي تحت عشان تعمل تشيك اكثر، لانه الطالب الشاطر حيكون فاهم. لما تشتغل هذا الان في بلوم تاكسونومي وين قاعد تشرح؟ تحكي في المعرفه والفهم. طب اطلع في التطبيق، اطلع في التطبيق على برضه الطلبه المتوسطين والضعاف. طب اطلع في التقويم، طيب كيف، كيف مثلا تحدث عمليه مثلا كذا كذا كذا، كيف انت تتكلم على التركيز. طب ماذا تتوقع ان يحدث لو، ماذا تتوقع ان يحدث لو، يعني ايش بيصير لو صار. باجي بسال مثلا سؤال من الطلبه الشاطرين وبخلي طالب من المتوسطين يعيده. اذا الان في عمليه التعلم في الانتقال من نقطه لنقطه، اياك تنتقل الا تطبق عمليه التغذيه الراجعه على الطلاب. اسال او ابدا من الطلبه المتوسطين والضعاف، اسالهم شو تعلمنا اليوم، عن شو درسنا كان، لانه ما ينفعش تسال اشطر ولد في الصف. اذا انت الان دائما لما انا بقول اسال، حط امامك دائما بلوم تاكسونومي. بلوم تاكسونومي يا جماعه، هرم بلوم حطه دائما جنبك على السبوره، حطه على ورقه، لزقه على الدفتر تبعك، على دفتر التحضير، حطه دائما دائما. اول ما تيجي تسال سؤال خلي عينك تيجي على بلوم تاكسونومي. وين سؤالي هذا؟ اول سؤال بالتسلسل باخذه من المعرفه والفهم. على مين الطلاب اللي بيجاوبوا المعرفه والفهم؟ هم الطلاب المتوسطين والطلاب الضعاف. فباجي بسال الطلاب المتوسطين وباجي بسال الطلاب الضعاف، تمام. في الحالة هاي، في الحالة هاي، في الحالة هاي لما باجي بسأل السؤال هذا، أنا بشيك الناتج التعلم بشكل منطقي. كيف يعني ناتج التعلم؟ بشوف الأولاد فاهمين الدرس ولا مش فاهمين، وكم واحد اللي فاهم، وعارفين ولا مش عارفين الكلام هذا. يعني هل أنا اللي أنا بحكي ممكن تفاجأ أنهم مش عارفين، تضطر توقف وتشرح، لأنه لو انتقلت بعد هيك للأسئلة، الطلبة هذول اللي مش فاهمين حيزعجوك مش حيحلوا، اللي بده يطلع الحمام، اللي بده يضرب زميله، اللي بده ياخذ المحاي، اللي اللي اللي. اذا الان انت تقويمك بعد ما تشرح الخمس دقائق او العشر دقائق، قلنا الكاملات تبعاتك، او الست دقائق او السبع دقائق، تقويمك هذا هو اللي بيؤدي الى نجاحك بعد ذلك او لا. كيف تقويمك؟ بسال من مره ثانيه، اول سؤال بساله على الفهم والمعرفه والتطبيق. مين الحقبه اللي بسالها؟ بسال الطلبه المتوسطين وما دون. بعد ذلك بنتقل للتطبيق والتركيب والتحليل، الأسئلة الصعبة، وبخلي الكل يشارك فيها. بسأل لي طالب طالبين من الطلاب الشاطرين، بخلي الطالب الثالث يريد، وبعدين برجع فيهم للطلاب المتوسطين وبخليهم يعيدوا لو تكرار جماعي. هيك أنت بتكون شيكت على عملية التعلم هيك. وهاي النقطة اللي أنا معلم عليها الآن، أنه المعلم بينتقل من نقطة لنقطة أو من نشاط إلى آخر دون أن يعمل على تفقد الطلبة. هل أنه طبعا إذا أنت الآن، ما هو الآن كالآتي، إذا أنت شرحت شغلة والطلاب ما فهموهاش، ما بعد ذلك الأنشطة اللي بدك تعملها مش حيستفيدوا منها الطلبة. طب لو ما استفادوش منها حيقربوا لك الحصة، مش حيحلوا، حيقعدوا يتكلموا مع بعض، حيضربوا بعض. وإذا عندك طالبين مشاغبين بعينك الله عليهم، حتطرد لك واحد برا الصف، حتشغل معك الأخصائي الاجتماعي، حتشغل بعد الأخصائي الاجتماعي يمكن إدارة المدرسة. ما هو الطالب قاعد فاضي، يقعد له 20 دقيقة يمكن يضرب له ولد في الصف، يسب على ولد أو. تحصل هذه كلها في جميع الحصص. أنا بنقولش إنه اليوم بيجي على المعلم وإنه لازم لا، لا، بس اليوم جاي عليك إنه أنت الآن الطلبة هدول you have to involve them in the class. لو أنت لو دمجتهم، لو مرة اسألهم، اسألهم ليش بقولكم تخلوش الطلبة ترفع إيديها، أنت اختار، اختار الطالب الطلبة الضعاف هدول، خليهم يكرروا، خليهم يصفقوا لهم بعد ما يخلصوا. دائما الطالب الضعيف بيحب التعزيز يا جماعة، هاي نظرية ثابتة. الطلبة الضعاف، ضعاف المستوى بيحبوا التعزيز. التعزيز شو يعني التعزيز؟ بيحب إنك تثري عليهم، يعني يعني بيحب انك تستخدمه التعزيز، انت بتستخدمه مع اشطر ولد تستخدمه معه. اذا انت في الحاله هذه، عشان كده بنقول بحب التعزيز، بحبش العلاج. يعني انت لما بتسقف له الهدف تبعك علاجي، لانه هو السؤال يمكن سمعه من زميله وبده يكرره مثلا، بس بده يعيد الاجابه. طب انت ليش خليته يسقفه؟ انت بتعالج فيه، لكن هو انت لما قلت له سقفه له يعني عززته، يعني استخدمت له، استخدمت نفس الاليه اللي بتستخدمها مع الطالب الشاطر او اشطر ولد في الصف. فالطالب دائما الضعيف بحب التعزيز. شو يعني بحب التعزيز؟ بحب انه يتعامل بنفس الآلية اللي بتعامل فيها الطالب الشاطر، لانه في غيري بين الطلاب، جيلسي بين الطلاب. انت الان لما بتحطهم في نفس المستوى بتشجع الطالب هذا. عشان هيك دائما دائما خلي عمليه المدح عندكم للطلاب اللي دون المستوى تكون عاليه. ليش؟ لانه بصيروا يحبوك، واذا بصيروا يحبوك بصيروا يستمعوا لك. عززهم بطريقه او باخرى، مره سقفوا له، مره حط له نجمه، مره رسم له دبور على الكتاب، مرة أقول له أشكرك يا بطل، بس دعم له، يعني أنت بتحتاج تعمل كذا وكذا وكذا. أنت مثلا تحسن مستواك، أنت أفضل. بيحبوا يسمعوا الكلمات الإيجابية، لأنه أغلب اللي عندهم learning difficulties، صعوبات تعلم، هاي صعوبات التعلم بتكون عايدة على شغلة mental،
من احد يعني من افضل الطرق في علاجها في التربيه الخاصه انك ما تكرر، يعني لو غلط مثلا مره وغلط المره اللي فاتت ما تذكروش دائما باخطائه، انت حاول لما يغلط توقفه وتقول له انه اللي عمله غلط، هذا ما بيصيرش. طبعا هذه في رولز احنا راح نتكلم عنها ان شاء الله كمان شوي في الجزء الاخير، شو الرولز اللي تحط هذه الحصه. بس دائما الطالب بتحاول توقفه لما بيثير لك مشكله في المشكلات الصفيه، لما بصير مشكله اوقف المشكله اينما حدثت وذكره بالرولز وطبق عليه القانون اللي انت بدك اياه اللي انت بتكون حاطه من ضمن الرولز، تمام. لكن لما بجاوب او بعيد اجابه لازم تعمله بنفس الطريقه، زي انت ما بتعمل بسبل للطلاب اسلوب العقاب، او بنحبش نسميه العقاب احنا بنسميه التاديب، لازم تستخدم اسلوب التعزيز. اسلوب التعزيز انه لما بده يجاوب حتى لو كانت الاجابه مكرره لازم تخلي الطلبه يصفقوا له، تمدحوا بكلمتين، مش ضروري يصفقوا له، تمدحوا بكلمتين. هاي كثير بتفرق معاكم كمعلمين مع الطلبه المشاغبين او الطلبه المتوسطين او الطلبه ما دون المستوى اللي بيثروا لك مشاكل في داخل الصف اللي ممكن يضيعوا عليك. لكن انت لازم تحضيرك يكون مناسب، ولازم ما تنتقلش الكلمات اللي معلم عليها بالازرق هاي الهايلايتد، ممنوع الانتقال الا تعمل تشييك، تبدا بالمعرفه فهم الاستيعاب المعرفه التطبيق، بعدين بتنتقل في الجزء الثاني للطلبه، لقيتهم فاهمين انتقل في حصتك. راح ناخذ بريك الان لمده 5 دقائق او 10 دقائق ان شاء الله، بعديه راح نكمل ان شاء الله الجزء الثاني من نكمل الجزء الثاني من المحاضره. انا راح افتح لكم المايكات الكيس كان في حد بده يسال سؤال لما نرجع من البريك.
طيب السلام عليكم، يعطيكم العافية. الصوت مسموع ولا مسموع الصوت يا جماعة؟ حد يرد بس ما ايه استاذ مسموع مسموع، الله يعطيكم العافية. طيب تمام، انا هخلي لكم المايكات مفتوحة بس ان شاء الله يا رب بس كل واحد عنده مايك يغلقه، لانه حيكون في دور للمعلمين هم يسألوا او للإداريين اللي موجودين هم يسألوا الأسئلة. ان شاء الله تكونوا، طبعا انا بعرف اني طولت عليكم لكن هي المحاضرة شوي شيقة وفي نقاط أنا بحب أتوقف عليها يعني بشكل أو بآخر، يعني لتكون هي يعني هي أكثر تطبيقا من النظرية، يعني خاصة النقطة هاي اللي احنا علمنا عليها الآن اللي هو عدم الانتقال ودور المعلم. طبعا دور المعلم هو نفس الكلام، طريقة المحاضرة يا جماعة هاي طبعا دور المعلم هو اللي تكلمنا يعني بشكل أو بآخر، كيف يرتب حصته، كيف حد يعد حصته، كيف يعد الطلبة الضعاف، كيف يعد الطلبة المتوسطين، لما يجي يسأل سؤال، لما يجي ينتقل من الهدف من نقطة لنقطة لازم يعمل تشيك على عملية التعلم. دائما نحن بنطلع باستمرار كم طالب انفولف، دائما 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 الأربع أسئلة اللي قلت لكم إياها كثير 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 بنركز عليها، اللي هو وات آر ذا ستودنتس دوينج. ما بقدرش أعرف أنا إلا إذا الأستاذ سأل. أنا بدخل، طبعا أنت ما تاخذش إنه الكلام هذا عشان في مفتش جاي يفتش عليك، لا أنت خذه عشان تطلع حصتك الصفية ناجحة. لازم تحضر لها بشكل منطقي، لازم تعمل حساب انه انا لازم اشيك عمليه التعلم، لازم الطلبه الضعاف ادمجهم، لازم الطلبه المتوسطين، لازم الطلبه الشاطرين ادمجهم. ابعدوا عن طريقه المحاضره يا جماعه، ابعدوا عن طريقه المحاضره رقم 4، الكلام اللي بده يحكوه هنا بشكل او باخر. اسلوب المحاضره هي المهم فيه، هاي الجمله المهمه فيه جدا، شايفينها؟ اسلوب المحاضره لا يصلح التدريس لزمن يزيد عن 10 دقائق، ما ينفعش انك تزود اكثر من 10 دقائق في كلامك. ليش؟ لان الطلبه انت في عمليه تعلم، عمليه التعلم تحدث بانتقال الخبره للاخرين، وانتقال الخبره للاخرين يحدث عن طريق الحوار وعن طريق الأنشطة. إذا حصتك كلها بها تكون هي عبارة عن حوار وأنشطة، حوار وأنشطة، وكل الطلاب تكون منشغلة فيها. كيف يمكن للمعلم أن يستخدم أسلوب المحاضرة؟ بدنا الآن نفرض الآن شغلة مهمة عشان نعلم عليها على هذا، أهم ما تشمل عليه اللي هي الإدارة الصفية. هنا رقم 5، ابعدوا دائما عن الإجابات الجماعية. خلينا نرجع بس شوي هنا نقرأ لكم كيف يمكن للمعلم أن يستخدم أسلوب المحاضرة. نفرض أننا يعني هذا أسلوب يا جماعة، ما حدش يتقيد في الكلام اللي مكتوب حرفيا، تمام؟ هذا 40 دقيقة أنا حكيت، الحصص بتختلف عن بعضها، في حصص أنت تحتاج منك أنك تمشي بالنمط اللي أنا حكيته، بس في حصص عندك أنت بتحتاج تعمل مراجعة، في عندك حصص بتحتاج تعمل غير تصحيح للدفاتر، في عندك حصص تصحيح للكتب، تغذية راجعة. يعني إحنا هذا دائما بنحكيه مع كل درس جديد، الحصة هاي تصلح لكل درس جديد، هذا دائما الكلام نحكيه لكل درس جديد، تمام؟ نفترض انه عندك حصه 40 دقيقه، يمكن للمعلم ان يتصرف كالاتي: ان يمهد الموضوع بالمحاضره باسلوب شيق ومثير ولا يزيد عن تمهيد عن 3 دقائق، يعني اللي هي التايه الحافزه الورمنج اب. بعد ذلك يفتح نقاش ويجرب عمليه ويجرب عمليا او يعطي نشاطا كتابيا ويطرح مشكله للبحث من خلال الموضوع، يعني يطرح عنوان الدرس ويطرح انه بدنا نشرح اليوم كذا 1 2 3 ويسال سؤال. يمكن ان يعود المحاضره بعد ذلك لتوضيح نقطه صعبه او اعطاء بعض الملاحظات، يعني يبدا شرحه ويستمر، ولكن ايضا كما ذكرنا اعلى يمكن ان يختم الحصه باسلوب. طبعا هذا فقط هيك كملخص، انا حكيت لكم اياه طبعا الكلام هذا باسلوب افضل. الاجابات الجماعيه، الاجابات الجماعيه يا جماعه ابعدوا عنها، ما تخلوش الطالب، انت دائما حاول. شوف في شغلتين بيغلطوا فيهن المعلمين دائما، او يعني احنا بنلاحظهن، يعني هو شو الفرق دائما؟ انه نحن بنتحلنا نشوف عدد اكبر من الحصص، هذا اللي بيخلينا يعني نتكلم الكلام التطبيقي اكثر من كلام التخطيطي او من كلام الكتب. لما بتشوف انت حصة عربي وحصة علوم وحصة اسلاميه بتشوف معلمين يعني مختلفين، وبتشوف طلبه مختلفين، وبتشوف نماذج مختلفه، في شغلتين خطا انك تعملهم. الاجابات الجماعيه تخليش الطلبه تجاوب جماعي، انت خليهم يرددوا بس تخليهمش يجاوبوا جماعي. يعني انت لما تسال السؤال المفروض دائما كل معلم في عنده رولز في اول السنه بيعلمها للطلاب. الرولز مثلا ارفع ايدك لما بدك تحكي شيء، تسال سؤال مثلا، انه خلاص بعلمها للطلاب. بدك تطلع برا ارفع ايدك، بدك تطلب شغله ارفع ايدك. في عندهم حريه للتحرك مثلا اثناء العمل الجماعي، في عندهم حريه انهم يتحركوا كذا، ما فيش مشكله، بياخذوها عليك بالتعود. لكن كلهم الاجابات الجماعيه ممنوعه، انا ما عنديش اجابات جماعيه. لما يجاوبوا جماعيه وقف التدريس وبذكرهم بالرول، كلهم الرول بتقول انه نو انسرز توجذر، نو انسرز توجذر، ممنوع الاجابات الجماعيه. انت دائما انت بتحتاج انك تسال سؤال وتشيك تشوف كم واحد فاهمين يرفعوا ايديهم، اوكي ما فيش مشكله، لكن تعتمدش عليها كثير، اعتمد على انتقائك العشوائي للطلاب، تمام؟ لانه الاجابات الجماعيه بصير الطلبه يجاوبوا بشكل خاطئ وصوت عالي، وبصير تشويش في الحصه،
وفش مردود يعني في الكلام هذا بشكل عام. بشكل عام الإجابات الجماعية سيئة جدا جدا جدا، حتى بتبين أنه فش احترام للمعلم لما كل طالب بده يتكلم من جهته ومن جهته ومن جهته، فهيك بتصير النقاش غير مثمر، بصير النقاش غير مثمر. أنت اختار لك طالب يجاوب، اختار وعلمتكم كيف بالضبط تختار، اختار دائما من الطلاب اللي بدون المستوى أو المستوى ودونه، المستوى ودونه، بعدين اطلع في السؤال. يعني ابدأ سؤالك دائما بهرم بلوم بلوم تاكسونومي من فهم ومعرفة وتطبيق، وبعدين اطلع على تركيب وتحليل وتقييم وإبداع. تمام؟ إذا ابعدوا عن إيش؟ ابعدوا عن الإجابات الجماعية، ما تخلوش الطلبة. تخطيط الدرس بشكل جيد، تصيغ أسئلة، هذا الكلام تكلمت عنه، نوع أسئلتك من الصعوبة للسهولة أو من السهولة للسهولة، أقول لك نوع أسئلتك من حيث الصعوبة والسهولة وأطرح أسئلة شيقة. طبعا هذا الكلام كله تكلمت عنه، وراعي الفروق الفردية. أنت لما تستخدم بلوم تاكسونومي تكون راعيتها دائما، ابدأ من الأسئلة من الفهم والاستيعاب والتطبيق، بعد ذلك انتقل في المحاضرة أو في الدرس، انتقل للأسئلة اللي بتعود على التركيب والتقييم والتحليل والإبداع لأجل إدارة صفية ناجحة ومريحة للمعلم ومفيدة للتلاميذ. هاي خلاصة من كل الكلام اللي تكلمناه، بس بشكل يعني نظري أكثر من تطبيقي. يخطط مسبقاً وبشكل جيد المواد الدراسية قبل دخول الصف، وهذا تكلمت عنه في أول محاضرة بشكل مفصل. يستوعب المادة الدراسية ورتبها ترتيب منطقي. دائماً يا جماعة، أنت قلت لك مشكلتك أنت كمعلم أو المشكلة بتاعت المعلم، ما فيش حاجة من الثمان أشياء اللي أنا حكي اللي موجودة في المحاضرة الآن إلا موجودة أمامكم. فلو واحد حابب يأخذ سكرين شوت، يأخذ سكرين شوت للكلام هذا، الكلام هذا من 1 إلى 8. تمام؟ يعني لو حابب يأخذ سكرين شوت يأخذ للكلام هذا. حتى أنا تسهيلا عليكم راح أحاول إني أعمل له نسخ على الجروب. تمام؟ حاول أعمل له نسخ على الجروب. هاي نسخته ووضعته في الجروب. تمام؟ طيب الآن المشكلة بتصير مع المعلم في 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 في, في أغلب الأحيان إنه هو بيعمل تقدير للحصة، ما بيعملش تحضير. إذا ابتعدوا عن أسلوب التقدير، يعني ما تروحش الحصة. حتى يا سيدي لو جلست 10 دقائق حضرت حصتك وقلت كل 5 دقائق شو بدي أعمل، حضرت لها الريسورسز، بيكون أفضل. ودائما استعينوا بالطلاب يا جماعة، استعينوا بالطلاب، يعني اطلبوا من الطلاب، مش تكسروا حيلهم يعني في الطلبات، لا استعينوا من الطلاب. يعني في طلاب بيحبوا يشاركوا في أشياء معينة، اطلب منه مثلا وسيلة تعليمية، اطلب منه، بس مش دائما يعني، مش كل يوم برضو، كمان هذا بصير إرهاق على الأهل الأهالي. يعني حاول تستعينوا في الطلاب في بعض الأشياء، بعض الأشياء. والأشياء الثانية يعني حاولوا أنتوا توفروها، يعني ما توقعش المدرسة مش هتوفر لك مثلا وسيلة تعليمية أحيانا، أو مش هتوفر لك أوراق العمل، التصوير والأشياء اللي زي هاي. يعني أغلب المدارس بتوفر الكلام هذا. فحاولوا تزودوا الريسورسز اللي جوا الصف، لأنه كل ما زودت في الريسورسز هو أهم عنصر، وأنا تكلمت عنه في أول المحاضرة، قلت تنظيم، إدارة، مصادر، هي هاي اللي بتنجح الحصة. حاول يكون في فرصة، شو فسرت كلمة مصادر؟ يعني يكون في فرصة للتعلم لكل طالب في داخل الحصة. في نقطة محورية اللي هو الانتقال في تسلسل المنطقي للمادة، إياك إنك تنتقل قبل ما تشيك عملية التعلم، قبل ما تشيك استيعاب الطلبة. وورجيتكم كيف عن طريق بلوم تاكسونومي فيك، قبل ما تنتقل من نشاط لآخر تقوم سأل سؤالين أو ثلاثة تعم فيهن على الطلاب. تمام؟ طيب، يبدأ بما يعرفه التلاميذ وما يتعلمونه في بيئتهم، يجعل التلاميذ أكثر نشاطاً ومردحهم والسرور لهم هكون في الدرس. طبعاً أنت لأنك بتيح فرص للكل، ما فيش حد عنده فرصة أنه يشارك، يعطي معظم التلاميذ الدور الأكبر في الحصة هاي من المجيد. يتنوع في الأسئلة، حطوا عليها 50 خط، هاي تنوع في الأسئلة، تكون الأسئلة جاية من فهم، معرفة فهم، تطبيق، تحليل وإلى آخره. يسوق أسئلة جيدة ويهتم أن تكون واضحة ومحددة، لا يسمح بالإجابات الجماعية. في شغلة بدي أركز عليها الآن طالما أنه أجل موضوع وأجل، بالنسبة للإجابات الجماعية قلنا خلاص انسوها هاي، أنت اعمل بيك للطلاب أحيانا، خليهم يرفعوا ديها وما فيش مشكلة، لكن حاول الطريقة الأكثر تكون بتقوم أنت طالب بجاوب إجابة وبتكون الإجابة خاطئة. يعني أنا أقول لكم شو اللي بأشوف في أغلب الأحوال، انه بيقوم الطالب، بيقوم الطالب بده يجاوب، فبيجاوب اجابه خاطئه، بقوم المعلم مجلسه وخلى طالب غيره يجاوب، او ممكن يسمعه كلمه او كلمتين انه اجابته غلط او كذا. اول شيء ممنوع تقول له انه اجابته غلط، يعني ممنوع منعا باتا تقول له اجابته غلط. قل له طيب اوكي هذه اجابتك، طب شو رايك نسمع اجابه ثانيه؟ خليه واقف، قوم طالب ثاني، الطالب الثاني جاوب اجابه صحيحه، قول للطالب الاول ارجع اللي ضل واقف اللي جاوب غلط، قل له شو رايك في الاجابه هاي؟ What do you think؟ أقرب من إجابتك ولا إجابتك أصح؟ خليه هو يقرر.
هسه من ردة فعلك انت كأستاذ بيعرف انه اجابة زميله هذا، اذا سقفوا لهم طيب هم الاثنين، عيد الاجابة اشوف، امدحهم هم الاثنين ممتاز، اقعد محاولة جيدة يقول له، والطالب الثاني مشكور اجابتك صحيحة، وهكذا كلمتين المدح. تمام، هاي النقطة دير بالكم منها، لانه كتير طلاب بتجاوب خطأ وبنشوف ان المعلمين ما بيعينوش الاعتبار للكلام هذا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا بتصير في الحصص. المعلم الطالب بيقوم فش له فرصة، إذا أنت جلسته وهو مجاوب غلط وما رجعتلوش مرة ثانية هذه مشكلة عليك، لأنه الطالب هذا جاوب غلط وأنت عرفت أنه مش فاهم الدرس وسبته ومشيت، هاي مشكلة إلك أنت كمان في ضميرك بترجع قبل ما تكون تربوية في ضميرك أنت، هو جاوب غلط يعني هو يحتاج إلى تغذية راجعة بعد ذلك، هسا التغذية الراجعة ما بدي أجيب له إياها مني أنا أجاوب له، لا خليه واقف، بقول له خلاص أنت إجابتك خلاص كان يو جاست ويت، خليك واقف، بقوم طالب ثاني أنا بختاره، على الأغلب بكون عارف إنه قادر يجاوب، جاوب أو ممكن يكون ممكن يجاوب غلط الثاني، يعني توقع إنه الثاني جاوب غلط كمان، خليك واقف، أوكي خليك واقف، نشوف إجابة ثالثة، جاوب الثالث، جاوب الثالث، برجع للطالبين الثانيين بقولهم إجابته والله إجابتكم، هقارنوا حاولوا، what do you think، شو رأيكم، ليش إجابته مثلاً صح أو غلط أو ليش إجابتك غلط، ليش كلمة ليش أنت طلعت بعد التطبيق للعلم، رحت على التركيب، يعني أنت الآن صار عندك مهمتين. لما سألت الكلام هذا يا جماعة، لما أنت قلت للطالب ليش إجابته صح ولا غلط، ما قلنا في القياس والتقويم، في مادة القياس والتقويم وفي الاختبارات الموضوعية كل سؤال بيسأل عن مرحلة تفكير معينة، أنت لما تيجي تقول مثلا إجابته صح أو خطأ أنت بتستخدم الصواب والخطأ، هذا الصواب والخطأ بتحتاج على التطبيق، لكن لو سألت ليش بتنتقل من مرحلة تعليم دنيا لمرحلة تعليم عليا، هاي في مادة القياس والتقويم أو في تنظيم الأسئلة وتجيكم في الاختبارات اللي العلم، ليش؟ لأنه أنت الآن انتقلت في مرحلة في التحليل، الولد بده يحلل ويركب المعلومات، بيحللها وبعد ذلك بده يركبها وبده يصدر حكم صح ولا لا. إذا أنت الآن في كلمة ليش لحالها استخدمت أعلى مراحل التفكير العليا، تركيب تحليل تقييم مع بعض، لكن السؤال أصلا كان مهارات تعليم دنيا اللي هو تطبيقي صح ولا غلط. شوف أنت الآن الطالب هذا لو كان من دون المستوى، لو كان من دون المستوى أنت أتحت له الأفق أنه ينتقل من مستوى إلى مستوى أعلى، بس بدك تقول له الإجابة الصحيحة وتقول خليه هو يقول ليش، ليش حيضطرك تعطيه تغذية راجعة. إذا شوف كيف أنت في سؤال واحد حققت كل مراحل هرم التعلم في سؤال واحد، حتى أنت لما خليته زميله يتناقشوا هم الاثنين وليش إجابته صح ولا غلط ويشرحوه لبعض، أنت الآن في إحنا بنستخدم في بقاء أثر التعلم، أنت استخدمت أعلى مرحلة اللي هو إيش، نقل الخبرة للآخرين بنسميها. إذا أنت فقط في الجملة هاي في الجملة هاي لما أنا جيت وانتقلت سألت الطالب سؤال والسؤال هذا جاوبوا غلط وخليت زميله الثاني جاوبوا جاوبوا صح، وأنا خليتهم يتناقشوا مين إجابته صح، وطلعوا واقتنع الطالب الأول من إجابها، أول شيء عرف غلطه وين وعرف ليش، فكر يعني اديته مساحة للتفكير وانتقل في أسئلتك بعد ذلك بالطريقة نفسها، توفير المناخ العاطفي طبعا، كلكم عندكم مناخ عاطفي ما شاء الله، وتنظيم بيئة تعليمية وتوفير خبرات تعليمية وحفظ نظام ولحظات. طبعا هذا الكلام كله إحنا تكلمنا فيه بشكل أو بآخر، أنماط وأساليب التعامل مع الطلاب أنا ما كنتش درجها هاي في المحاضرة، إن شاء الله بنبقى في المحاضرة بأسلوب الفوضى والتحفيز العادل، هاي أساليب يعني مع أنماط الإدارة الصفية، في أساليب للتعامل مع الطلبة إن شاء الله في محاضرة ثانية نبقى نحكيها. لا تنسوا أنه دور المعلم أو دور المتعلم فقط محاضرة ناقصة عليكم، أنا وعدتكم أني أعملها، تتذكروا في التفتيش قلنا في نوعين، في دور للمعلم وخلصناه وشرحنا لكم، في معلم تم تقييمه outstanding يعني متميز شو الأشياء اللي سواها، وقلت لكم في طايل محاضرة دور الطالب واللي هو بكون عليه المرتكن الكبير. الآن أنا شرحت لكم أهمية الإدارة الصفية بشكل أو بآخر، شرحت لكم نوعها، الآن المفروض أنه في أساليب التعامل مع الطلبة وأنماطها إن شاء الله في محاضرة ثانية، فأنتوا لكم عندي محاضرتين إن شاء الله في المستقبل القريب. شكراً لكم جميعاً، بنتوقف هنا، إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة للجميع، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. أنا بعرف أنه في ناس طبعاً في 5 دقائق أو 6 دقائق بتكلم فيهم عن الرخصة، الآن هتكلم عنهم، بعرف أنه في معلمين بيدخلوا عشان الشهادة وهذا حقهم، يعني الإنسان بيحب يجمع شهادات، لكن يعني أنا كانوا عارضينها بدون شهادة، لكن قلت لهم أعطوهم شهادة عشان
يستفيدوا منها بشكل كبير كبير المعلمين، عشان يكون يعني حافز انهم يستفيدوا المعلمين. طبعا اجتني كثير تساؤلات خلال الاسبوعين اللي فاتوا للامانه، كثير معلمين انه من خاصه من الامارات الشماليه ومن الامارات حتى الشرقيه، من ابو ظبي والعين ومن عجمان ودبي الشارقه، كان في امتحانات مهنيه كانوا بيعانوا طبعا كثير. بقول لك انه احنا الاجابات احنا بنقرا وحتى بنشوف نماذج للاسئله بشكل كبير، لكن المشكله اللي بنواجهها دائما بتكون انه تقارب الاسئله. يا ريت مثلا لو في طريقه معينه نندل عليها. هو للعلم يعني الاختبار التربوي هو يعني لا يخرج من عده مواد، يعني الاختبار التربوي بشكل عام يعني موجود الاسئله وموجود الاجابات بشكل كبير، لكن بضل اللي هو دور المعلم احيانا بيقول لك انه احنا بنلخبط بين الاجابتين والثلاث. طبعا في كلمات يعني لازم تعرفها في القياس والتقويم وفي طرق التدريس وفي الاداره الصفيه، يعني زي السؤال اللي انا حكيت لكم اياه تبع تحقيق ناتج التعلم او وصوله للطلبه، كيف بتكون الاجابه بشكل او باخر. في سؤال مثلا بيجي بيتكلم عن المواقف التعليميه، بيجي بيتكلم مثلا عن الطالب بالتفكير الابداعي، بكون حاطط لك اربع او خمس يعني على سبيل المثال بيقول لك مثلا التعليم البنائي. طبعا التعليم البنائي ما معروف تعليم، عندما يقوم المتعلم بربط ما يريد تعلمه بالخبرات، هذا التعلم البنائي. مع الخبرات ايش يعني؟ يعني مع الخبرات السابقه الموجوده لديه. هل يتكلم مثلا استراتيجيه اللعب بالادوار او الاستراتيجيه مثلا ليست مجديه، هذه بيقول لك طب ليست مجديه. طيب انت ارجع لاستراتيجيه اللي هو لعب الادوار. استراتيجيه لعب الادوار وين بنستخدمها؟ بنستخدمها لما بايش؟ لما بكون في التعلم الجماعي. طب لما بنكون في تعلم فردي بنستعملها؟ لا يا جماعه بتزبطش. اذا في التقويم للطلبه كلهم ما بقدرش استخدمها. إذا مثلا بدي أقول لك لو مش مجدية استراتيجية تعلم الأدوار لازم مجدية في أي نوع من أنواع التعلم، بقول لك في التقويم الشامل، لأن فيش مستحيل إني أعمل اختبار شامل وأحط لهم كل واحد يعمل دور ويتشاركوا مع بعض. تمام. بيجي يقول لك مثلا عملية التدريس، شو عملية التدريس؟ طبعا عملية التدريس أكيد في لها معنى مثلا معين أنت بدك تنتبه عليه، عملية تفاعلية بين المعلم والطالب. طيب هذا الكلام بنعرفه، وما يتبعها من استراتيجيات اللي هو الدور تبعك، وما يتبع لتحقيق إيش؟ لتحقيق الهدف أو ناتج التعلم الذي أراده المعلم أو الذي خطط له مسبقا المعلم. تمام. بيجيك مثلا أسئلة في المواقف التعليمية، في تعليمات المواقف التعليمية بكون حطط لك إياها في خمس أشياء، لكن تيجي مثلا الإجابة بيقول لك هي بيئة تجمع بين المعلم والمتعلم والمصادر والإجراءات معا. هسا الإجراءات معا يا جماعة، الإجراءات هنا يعني معناها يعني بالإنجليزي البروسيجرز اللي بتصير في القصة، يعني الأنشطة، الأنشطة اللي بتصير بين المعلم والمتعلم، هاي كلها بنسميها المواقف التعليمية. لو قال لك من أدوات التقويم، هاي من أغلب الأسئلة اللي أنا بشوفها يعني موجودة، مثلا من أدوات التقويم اللي موجودة في داخل الحصة كلكم بتعرفوها يا جماعة، الاختبار، الكويزات، الاستبيانات، المشاريع، الملاحظة، المقابلات الشخصية. يعني في أشياء كتيرة بتسأل مثلا في أدوات التقويم. تمام. استراتيجيات حل المشكلات، مثلا لو اجاك سؤال مثلا تعد استراتيجيه حل المشكلات اكثر مناسبه للطلاب، انما طلاب استراتيجيه حل المشكلات اللي عندهم مثلا الذكاء المنطقي، وهي موجوده برضه في طرق التدريس. لو استراتيجيه الاستكشاف وين بنستخدمها؟ طبعا في البحث العلمي. تمام. اكيد مش هتستعملها مثلا في النشاط التلقائي او في النشاط غير تلقائي. فاذا الان في اللي بتوصلوا له بشكل او باخر، في اسئله بالعاده تتكرر، هي بتكون اسئله عامه، يعني أسئلة عامة في علم التربية. طبعاً هل قديش ممكن يستفيد منها المعلم، قديش ممكن يستفيد منها المعلم أو قديش ممكن أنه ينقلها، هي تعتمد على خبرتك وعلى قدرتك العلمية. فلازم أنك تشوف نوع، يعني على الأقل تشوف أنواع عديدة من الاختبارات، لازم تشوف أنواع عديدة مختلفة من الاختبارات وتعرف الإجابات النموذجية الموجودة عليها بالشكل المنطقي، وإن شاء الله بيكون لنا حديث عنها فيما بعد ذلك. وبالنسبة للقيادات التربوية طبعاً والاختبار تبعهم بالعادة بيكون عبارة عن سؤال multiple choice، وبيكون في عندكم أربع أو خمس أسئلة بيعودوا على اللي هي المواقف التعليمية المعينة، يعني بده يتكلم فيها المعلم أو سوري بده يتكلم فيها المنسق أو المدير أو نائب المدير بده يتكلم فيها عن شيء. وفي كتير طبعا أسئلة بتيجي أو ثابتة بتيجي في الاختبارات وفي لها إجابات مثلا نموذجية بشكل أو بآخر، وخاصة ما يعود على القيادات اللي بنسميها القيادات الوظيفية أو القيادات التكوينية، وشو أنواع القيادات واستراتيجياتها. في أربع محاور رئيسية، هذولا بكون عليهم تقريبا نص الدرجة يا جماعة بتكلم عنهم، أو بكون جايب لهم استبيان وبدوا يحط خطط، بيركزوا كتير على
الخطط اللي أنت بتعدها مثلا للأقسام أو اللي بتعدها للمعلمين أو التدريب المهني أو قراءة الاستبيانات أو قراءة التحليلات للاختبارات الدولية أو الاختبارات النتائج، أو لقيت مثلا مجموعة من الطلبة عندهم مثلا مشاكل، كيف تعد قسم للقسم هذا، كيف تعد له خطة علاجية أو خطة تعزيزية زي أنت ما هو مطلوب منك. طبعا إن شاء الله بيكون لنا فرص ثانية بنتكلم فيها بشكل أوسع، بنحاول نعد مجموعة من الأسئلة بتعود على الاختبار التربوي، بنحاول نعد مجموعة من الأسئلة بتعود على اختبار القيادات التربوي. الآن ممكن نطرح مثلا لمدة 10 دقائق، حابب يسأل سؤال، إحنا موجودين، يعني أتوقع أن المايك مفتوح، أتوقع أن المايك مفتوح لأمامنا يعني 10 دقائق، اللي بده يسأل عادي يا جماعة يطلع على المايك مباشرة ويسأل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي تفضلي. معلش عندي حضرتك سؤال بس للرخصة، من فين بقدر أحصل ماتيريالز للامتحان؟ والله فيك، المشكلة إن الرخصة المهنية، أنت تتكلمي عن الاختبار التربوي ولا اختبار التخصص؟ التربوي. الاختبار التربوي ان شاء الله، انا ان شاء الله راح اتكلم مع الاكاديميه في مجموعه من الاسئله اللي مرت يعني في الفترات السابقه او اللي بركزوا عليها باستمرار، ان شاء الله راح احاول اتيحها مع الاكاديميه في الفتره الجايه. يعني احنا بالعاده يعني انا سالت السؤال هذا كذا مره من المعلمين الفتره الاخيره، اللي خلاني اخصص شويه من الوقت اني اتكلم عنها، وفي اسئله معينه بتيجي في الاختبارات، هاي الاسئله فقط يعني تنقرا او تنشرح، وفي اسئله انتم بتتوهوا فيها، فبدنا يعني بدنا طريقه معينه في حاله انه انت في عندك اجابتين او ثلاثه متقاربات كيف تطلع فيهن الكلمه. يعني في اسئله يعني في نموذج، خلينا نقول في نموذج معين للاجابه، ان شاء الله راح تكون متاحه باذن الله مع الاكاديميه الفتره الجايه، هم راح يعلنوا عنها ان شاء الله لما اعطيهم اياها، ان شاء الله راح يعلنوا عنها ان شاء الله. يا دكتور يعطيك الف عافيه، شكرا. الله يبارك فيك، تسلم تسلم. ما حدش عنده سؤال؟ خلاص يا جماعة نغلق نسكر. اتفضل تفضل يا أستاذ. كل حال طيب يا دكتور، جزاك الله خير. بسأل حضرتك على ما المقصود بالموائمة، موائمة المنهاج وكيف تتم. طيب موائمة المنهاج، لو بنروح لكل مرحلة معينة، المرحلة في إلها منهاج المفروض بدرسوه. شو هو المنهاج؟ أول شيء منهاج هو عبارة عن learning skills، يعني بالعربي learning skills لمهارات التعلم، مش أهداف. مش الأهداف، مهارات اللي هي اللي أعلى، مهارات تعلم بده يتعلمها في هذه المرحلة عشان أجي أو أعمل موائم للمنهاج مثلا للصف السابع أو للصف الثامن. أنا بدي أقوم أعرف شو اللي مطلوب منهم خلال المرحلة هاي، شو اللي ناقص عليهم عشان يكونوا متناسبين مع نفس المرحلة العمرية. يعني ابن سابع عنده مثلا في منهاج الرياضيات انه بده يضرب 3 أرقام في بعض، اختبار التشخيص اللي انا بعمله في اول السنة، في اول السنة بطلع لي نتائج بعد تحليلها ببين وين مستوى الطلاب، ودائما احنا بنقول استخدموا معامل التكافؤ ومعامل التساوي، يعني عيدوا الاختبار مرة ومرتين، هذا الاختبار التشخيصي ممكن ينعاد مرة ومرتين عشان تشوفوا النتائج، يعني غيروا الظروف اللي بيصير فيها الاختبار او لخبطوا الاسئله ويعيدوه مره ثانيه وتحققوا من النتائج، عشان بعد ذلك تيجي تعمل عمليه تعديل لمنهاجك. توائمه، موائمه يعني بده يكون يناسب، يعني تناسب المنهاج مع جميع المستويات تاعت الطلبه. فانت لما بتيجي بتقول مثلا بدي اوائمه يعني بدي اناسبه، بدي المنهاج يكون مناسب للطلبه اللي موجودين. انت شو راح تكتشف لما بتعمل الاختبار التشخيصي دائما؟ بتكتشف شغلتين، بتكتشف انه في طلبه أول شيء المنهاج لا يناسبهم، وفي طلبة المنهاج يناسبهم، وفي طلبة بدهم منهاج أقوى من ذلك. فبتقوم أنت مباشرة لما تيجي بتعد الخطة الفصلية بتقول إنه أنا بدي أتكلم، بدي مثلا في جدول الضرب بدي أرجع له وهو مش موجود معك في المنهاج، مفروض إنه جدول الضرب حافظينه الطلبة، أنت شايفت إنه في عندهم مشاكل في الضرب، فبتقوم ضايف على منهاجك إضافة، يعني بدي أجيب جدول الضرب، وفي نفس الوقت بدي أتقيد في المنهاج اللي موجود عندي.
اذا انت بتسوي بتقوم منسق حصصك انك انت بدك تضيف، طب الطلبه الشاطرين بتقوم ضيف لهم مثلا اضافه الاربع ارقام. اذا صار شو عندك المنهاج الان؟ صار بيناسب الجميع، في جدول ضرب اللي هو اصلا مش موجود في المرحله العمريه هاي، وفي مثلا ضرب الثلاث ارقام اللي هو موجود في المرحله العمريه هاي، وفي ضرب الاربع ارقام اللي مش موجود في المرحله العمريه هاي. فانت لما بتقدمه حتى لو الطلبه ما استفادوش من الاربع ارقام، حيطلع لك طالبين ثلاث استفادوا منه، تمام؟ لكن الاساسي انك انت علمتهم جدول الضرب مره ثانيه، فانت عملت مواءمه من المنهاج. ليش؟ لانه جدول الضرب الطالب اللي بيعرفه اخذها مراجعه، والطالب اللي بيعرفهوش اخذها ايش؟ اخذها تعليم. يعني الطالب اللي بيعرف خدها مراجعة، واللي بيعرفش خدها تعليم. إذن أنت في الحالة هاي عملت تناسب للمنهاج لجميع الفئات العمرية داخل الصف أو لجميع مستويات الطلبة. إن شاء الله وصلت يا أستاذ زايد. شكراً شكراً دكتور، جزاك الله خير. تسلم تسلم. تفضل، مين اللي طلع على المايك؟ تفضل اسأل. طبعاً بدوا يسألوا الناس عن الشهادة. طيب، طيب الله يعطيكم العافية وشكراً لكم جميعاً. وإن شاء الله نلقاكم. طب دكتور لو سمحت، ما المقصود بالتعلم بالاستقلالية؟ التعلم بالاستقلالية إنه الطالب الانديفيجوال ليرنر، هذه أعلى مرحلة من مراحل التعلم. إذا أعلى مراحل التعلم تكلمت عنها أنا قبل ذلك في محاضرة من المحاضرات. إنه يستطيع الطالب الوصول لناتج التعلم بنفسه. حتى لو انت علمته بده يستطيع انه يعمل الانشطه او يتعلم الاسئله او يحل الاسئله او يحضر اجابات صحيحه على الاسئله بنفسه، يعني بدون مساعده الاخرين، لا مساعده زميله ولا مساعدتك انت كمونيتور كاستاذ. اذا انت التعلم المستقل بتتيح للطالب الفرصه في داخل الصف انه هو يكتشف ناتج التعلم، وهي بتكون اغلبها في التعلم بالاستكشاف، يكتشف ناتج التعلم وبعد ذلك لما تعطيه تقويم انه يشتغل بدون ايش؟ يشتغل بدون مساعده الاخرين. فهيك انت في الحاله هاي، وهي اعلى مراحل. ليش احنا بنقول اعلى شيء بعد ذلك؟ بعد انت ما بتعمل شرح وبتعمل مجموعات و بنقول لك قيس عمليه التعلم بشكل فردي لانها اعلى مراحل التعلم. احنا اصلا اللي بدنا نصل له في عمليه التعلم هو انه يكون الطالب متعلم مستقل، هذا اللي بدنا نصل له. يعني بدي لما ادي اسئله وضربت لكم يومتها المثل في المحاضره، اديتكم اياه هون، انا بتذكر الكلام هذا، اعطيتها المحاضره قلت لكم الطالب اللي انت بتدربه على قياده الدراجه، ابنك اللي بتدربه على قياده الدراجه اول مره مرتين ثلاثه بتمسك له الدراجه، اربعه خمسة ايام ست ايام اسبوع، بعد ذلك تسيبه ايش؟ يقود الدراجه لنفسه، مزبوط؟ اذا انت شو كان هدفك وانت بتعلم الدراجه؟ انه بعد ذلك انت بدك تضلك جالس في البيت ويطلع الولد يقود الدراجه بنفسه. هل وصل للمرحله هاي ولا لا؟ هل انت بتوصل الطالب للمرحله هاي ولا لا؟ طبعا هاي تعتمد قديش انت في ستايلك كمعلم، في اسلوبك كمعلم تعطيهم اسئله وفرص انهم يشتغلوا لحالهم داخل الصف. يعني كل ما اتحت لهم فرص انهم يشتغلوا باستقلاليه، كل ما استطعت انك تحضر طالب مستقل في تعلمه بشكل اوسع. تمام يا سيدي؟ يعني بدها تجربه، يعني تبدا بالمحاوله والتجربه، تبدأ بالمحاولة والتجربة، بعد ذلك بتصير عملية التمكين. دائما هاي بتيجي في الاختبارات، دير بالكم كمان، اللي هي التمكين، مرحلة التمكين هي أعلى مرحلة. مرحلة التمكين هي أعلى مرحلة من مراحل إيش؟ مراحل التعلم. كيف؟ شو الدليل عليها؟ الدليل عليها إنه يستطيع الطالب أن يعمل مستقلا. يستطيع الطالب أن يعمل مستقلا. يعني بدك تحكم على طالب وصل لمرحلة التمكين ولا لا، إنه بيقدر يعمل مستقل بدون أنت ما تساعده. يعني أنت لو اديته ورقة فيها 20 سؤال ما بيرجع لكش ولا سؤال، بحلهم كلهم. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. هل يا دكتور لازم لما انا افعل حصه نموذجيه ان انا اعمل مراجعه الاول بعد التهيئه؟ لا، عيد السؤال مره ثانيه. انا دلوقتي هعمل حصه نموذجيه، هل ضروري ان انا اعمل مراجعه بعد التهيئه ولا ممكن استثنيها؟ ولو استثنيتها هل عادي عن العادي؟ بالعادي بنحب اذا بدك تعملي مراجعه تنعمل قبل التهيئه مش بعدها. تنعمل قبل سبيكر عشان بس ما يطلعش الصوت مرتين. دائما لما بدك تعملي تهيئه حافزه بدك تعملي مراجعه اعملي قبل التهيئه. الحافزه هي مدخل للدرس الجديد. اذا انت بدك تشيكي عمليه التعلم المسبق بدك تبداي فيه بالحصه اولها، اول الحصه، لانه يعني اذا انت عملت تهيئه حافزه انت دخلتي على الهدف الجديد. يعني عادي اعمل المراجعه وبعدين التهيئه افضل شيء. ايوه، اذا انت حابه. طب لو انا ما عملتش المراجعه هل ديت ممكن ياخدوكم مني سلبي في الحصه؟ لا
لا لانه مش دائما انا بحب، مش كل دروس مطلوب مني ان انا اعمل فيها تشييك على الخبرات السابقه، تشييك الخبرات السابقه، لانه المواد انت مدرسه اي ماده؟ عربي؟ لغه عربيه روضه. تمام، لغه عربيه، يعني انت بتعلمي الاولاد اشكال الحروف بعدين بتعلميهم يكتبوها، مزبوط؟ تمام. انا الان المره اللي فاتت علمته الشكل، جيت عملت لهم تهيئه حافزه اغنيه فيها مثلا حرف الهاء تكرر كذا مره، اليوم بدي اعلمهم عربي عارفين شكله بس ما كتبوهوش لسه، مزبوط؟ انت لو 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 طلبت منهم انهم يطلعوا لك وين حرف الهاء فيهم، ولو جيت قلت لهم اكتبوا حرف الهاء، ما هي هي، هذا الدرس ما بحتاج اني اشيق فيه خبره سابقه، لانه حيبين عارض الواقع مباشره الان لما ابدا في الدرس. احنا حكينا انه الدروس كلها مبنيه على بعض، صح؟ فعلا. فاذا انا الان المطلوب مني اقدر اطلع الطالب تقدم، هاي بنطلبها كثير 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 من المعلمين. لما اديكي مثال اوضح من ذلك، لما انا باجي بدي افوت حصتكي كمها، بدي اقيم مها، بدي اقول مها شاطره، بتاخذ جيد، والله بتاخذ مقبول، والله بتاخذ، في عندي عوامل انا بطلع عليها، كل العوامل هاي بقيسها بمقياس هذا الي انا اسمه التقدم. يعني كل الكلام اللي احنا شرحناه في اخر الحصه، ايش بجي بسال نفسي؟ عملت تعلم جماعي، اشتغلوا الطلاب، انتجوا، صح؟ اذا في شغل في انتاج، تمام؟ أيوه. تمام. بقول وين كان الطلاب لما انا جلست في الحصه، وين صاروا؟ اللي هو التقدم. شو هو التقدم؟ انك تحسب بين نقطتين، بين بدايه الحصه ونهايتها، بدايتها ونصها ونهايتها، يعني في خمس طرق لقياس التقدم، لانه مش دائما المقيم بيقول عندك طول الحصه، صح؟ ايوه فعلا. تمام. هو لو جلس 10 دقائق بحسب وين كانوا الطلاب اول ما دخلوا، وين صاروا لما جاي يطلع. كيف؟ طب انا بدي اورجيه اذا الطلاب ما كتبوش، ما عملوش، اذا بدي اهتم انا مش بالتنسيق تهيئه حافزه، وبدي اهتم بانتاج الطلبه. يعني انا لما عملت تهيئه حافزه وخليتهم يغنوا مثلا غنيوه فيها حرف الهاء، بعد ما غنوا حرف الهاء، طب شو سوينا؟ انا اقول لك في حصه رحت زرت، تمام؟ تمام. الطلاب المعلمه في احدى الاماكن، يعني معلمه شاطر جدا جدا، تمام، خلف الطلاب يغنوا صف كيجي، كنه كيجي 2 1 زي هيك، يعني مراحل دنيا. طب ليش خليت الطلاب يغنوا ويعيدوا ويعيدوا ويعيدوا؟ ضلوا 6-7 دقائق يغنوا، انا بدي اشوفهم بيغنوا. لما انتقلت بعد ذلك من الغناء عشان تعلمهم كلمه معينه، او لما انتقلت في الهاي في الكلمه، طلبت منهم يكتبوا الكلمه بدون ما يشوفوه. طب هذا الكلام بجوز؟ لا طبعا. كيف طالب مستواه في كي جي 1 ولا في كي جي 2 بده يكتب الكلمه قبل ما يشوفها؟ طيب الماده كانت، مش في عندكم صوتيات انتم في اللغه العربيه؟ ايوه. النطق الصحيح نفس الشيء. أيوة. باللغه الانجليزيه النطق الصحيح، ليش طيب ما سمعتيهم نطقها باللغه العربيه بشكل صحيح بالاول؟ ما احنا المعلمين جايين مش كلهم بينطقوا نطق صحيح، بس في عندك انت برنامج صوتيات موجود متاح وبلاش على النت وموجود عندكم في المدارس، ليه ما خليتيهم يسمعوا كيف نطق الكلمه بشكل صحيح مره ومرتين وثلاثه، بعد ذلك عرضتي لهم الكلمه وخليتيهم يكتبوها؟ اذا انت بدك تعملي ربط لخبرات سابقه، بده يكون في لها فائده، اذروايز بده يكون فيش لها فائده، يعني اذا ما لهاش داعي تعمليهاش. في النهايه انا حاجه اطلب منك ايش؟ في النهايه حطلب منك وين كانوا الطلاب وين صاروا، ان شاء الله تكون واضحه. واضحه يا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا استاذ. اذا ممكن دكتور تحدثنا عن الهدف الذهبي. والله انا مش فاهم عليك، شو تقصد يعني انو هدف ذهبي؟ يعني بالاهداف بالنواتج، يعني في نواتج التعلم، يعني نعم، يعني ايش بدك توصل فيه؟ هذا يعني الهدف الذهبي بدك توصل مثلا لكل الطلبه؟ نعم، يعني في اختيار الهدف الذهبي وهو اهم فكره في الدرس. يا سيدي شوف، سواء كان هدف ذهبي ولا هدف فضي، كله بيعود على الرؤية اللي انت بدك تحققها.
كيف يعني؟ أنا لما بدي أسمي الآن هدف ذهبي للحصة الصفية، الأساس، الأساس للكلام هذا اللي أنا بحكيه، أنا بدي أقول لك شو الأساس تبعه بالضبط. إنه الهدف الأساسي يريد الطالب تحقيقه من خلال دراسته. يعني أنت الهدف، يعني أنت بدك ناتج التعلم يظهر من خلال عملية تدريسك، تمام؟ تمام. تصير في المفاهيم، يعني أنت ما بتيجي بتقول له مثلا ما مثلا معنى البيئة، تمام؟ بدك إذا بدك تسميه هدف ذهبي تحقيق درجة عالية عالية جدا من استنتاجه أو من تطويره أو من تحقيقه، خلينا نقول درجة عالية. أنت الآن بدي أسألك أنت السؤال، أنت عندك هدف وبدك تخليه ذهبي، يعني بدك تحقق إيش إيش اللي فهمته مني؟ فهمته إنه بدي درجة عالية من تحقيقه، تمام يا سيدي؟ تمام. درجة عالية، أنت بالنسبة لك الصف اللي عندك فيه 30 طالب، الصف اللي فيه 30 طالب لو استخدمت معاهم بلوم تاكسونومي اللي هو هرم بلوم، سألت الأسئلة اللي تكلمت عنها في المحاضرة، في محاضرات سابقة لو حضرت لي محاضرات سابقة، أسئلة الفهم والاستيعاب وبعدين انتقلت على التطبيق والتحليل والتركيب والتقييم، في خلال المحاضرة هاي لما سألنا طالب ليش، لما سألنا طالب هل إجابة زميله صح أو خطأ وليش، واستطاع أنه يجاوب عليها أو ما استطاعش وزميله فهمه، قلنا هاي ربطناها في هرم التعلم، والطالب هيك حقق مهارات تعليم الدنيا والعليا. إن شاء الله تكونوا ذاكرينه الكلام هذا اللي حكيته خلال المحاضرة. لما قلت له إجابة زميلك صحيحة ولا لا، أنت سألت على تطبيق، لما قلت له ليش سألت على تحليل وتركيب، طب أصدر حكم صح ولا لا، إذا التقييم، إذا التطبيق واللي تحت والفهم والاستيعاب كانت مهارات تعليم دنيا، أنت انتقلت في السؤال من دنيا لعليا، مع أن أنا قلت لك الطالب تبدأ في السؤال دائما تبدأ في الطالب الضعيف المتوسط، مزبوط؟ صحيح. الآن إذا الطلاب هذول جاوبوا وعرف خطأه وانت اديته التغذية الراجعة وخليت 2 3 4 يجاوب السؤال، انت هيك حققت الهدف الذهبي يا سيدي. انت لما بدك هدف ذهبي بدك تحقيق بدرجة عالية. شو يعني درجة عالية؟ يعني بدك almost all، اكتبها almost all، يعني معظم الطلبة يفهموا ويطبقوا ويحللوا ويركبوا. وانا اديتك اياها بمثال بسيط، بس إذا كنت محتاج تعريف كلمة الهدف الذهبي أنا أعطيتك شو معنى الذهبي. إذا كنت محتاج تطبيق الهدف الذهبي أنا قلت لك كيف بدون ما أقول لك إنه هدف ذهبي، تمام يا سيدي؟ تمام تمام. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يبارك فيك يا أستاذ عماد. تفضلوا تفضلوا، مين ضايل في مجموعة موجودة وما كنتش حابب أغلق، يعني ممكن نستمر لمدة 4-5 دقائق كمان. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أستاذ يسرى، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. بس بدي معانا أسألك... من زمان بتحضري؟ إيه ما شاء الله، يعني استفدت كثير من محاضراتك، يعني ما شاء الله كثير حلوة والله ومبسطة. بس دكتور بدي أسألك كيف أحصل على محاضراتك وأشوف هيك كتطوير؟ شوف المحاضرات كلها موجودة على اليوتيوب، اللينك بعتنا. أيوة قناة اليوتيوب إحنا عاملينها وموجودة. أوكي. فحتى المحاضرات السابقة احنا كنا حاطينها بالتليجرام والآن حملنا أغلبها على هي أهم محاضرة للعلم، المحاضرة اللي كانت قبل أسبوعين تقريبا. أيوة. طيبكم نصها عندي، يعني ما سجلتوش لسه، كنت حابب أعمله لايف. بس هاي المحاضرة اسمعوها لأنها كتير شيقة، وإن شاء الله حيكون في محاضرة عن الترخيص رخصة المعلم. أيوة. الفترة الجاية، بس انتوا ضايلكم كمان، يعني ان شاء الله بقى اتكلم مع الاكاديمية وقت لاحق، ضايلكم ضايلكم نص المحاضرة هاي، او يعني المحاضرة هاي ما كملناهاش كاملة كاملة لانه في دور بعود على الطالب ما تكلمناش عليه. ضيق الوقت اللي هو اساليب التعامل مع الطلاب، لانه هي برضو من النقاط المهمة جدا. بس اذا حضرتك تسألي على المحاضرات السابقة موجودة كلها على اليوتيوب، وانا حكلمهم يبعثوا الموقع مره ثانيه. خلص شكرا شكرا كثير دكتور. الله الله يعني انا استفدت صراحه من محاضراتك واسلوبك كثير مبسط الله يعطيكم العافيه يا ست، ان شاء الله بتستفيدوا وبتفيدوا الطلاب. شكرا. السلام عليكم يا دكتور لو سمحت. عليكم السلام، تفضلي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ تفضلي تفضلي.
لو سمحت حضرتك، بالنسبة للي معاهم دكتوراه في التخصص، هل هذا يجعلهم معفيين من الرخصة المهنية؟ لا إذا مش التخصص. يا أستاذي وفاء صح؟ دكتورة وفاء مع حضرتك. دكتورة وفاء، بالنسبة للرخصة تتطلب أنك تكوني خريجة كلية تربية. تتطلب خريج كلية، يعني على سبيل المثال أنا قدمت عندي معلمة من فترة، يعني نفس السؤال، مخلصة بكالوريوس في البيولوجي وماستر في البيولوجي وبي اتش دي في البيولوجي، هاي دكتورة، يعني معها دكتورة لكن مخلص من كلية العلوم، ما فيش ولا مساق تربية مخديته، فهدول بيطلبوا عليهم دبلوم تربوي بشكل رسمي، انطلب عليه دبلوم تربوي، إلا في حالة واحدة، إذا كان الماجستير عندك مخديته بالنظام القديم. شو النظام القديم؟ اسمه دبلوم عالي في التربية بعدين اللي هو الرسالة. هل الماستر عندك بالنوعية هاي؟ لا حضرتك، أنا عندك سنتين مع بعض في التخصص. لا حضرتك، أنا الدكتوراه والماجستير بتوعي نظام الرسالة التي تقدم وهو من كلية الأداب، ولكن أنا أعمل في وزارة التربية والتعليم وقد حصلت على تأهيل تربوي تابع للوزارة عندنا. تأهيل التربوي شو، دبلوم؟ لا، تأهيل تربوي بمعرفة الوزارة، بيتم إعداد دورات تدريبية لنا في كلية. أيوة دورات التربية. خلاص دورات جماعة التراخيص ما بيتعد. شوف الآن في دبلوم مهني مطلوب على المعلمين، تمام؟ الدبلوم المهني هذا مطلوب على المعلمين عشان يبين انه مستمر في عمل التدريس، اما الدبلوم التربوي عشان من احدى شروط الرخصة الان الدبلوم التربوي، اما الدبلوم التربوي المهني من شروط اصدار اخطار التعيين. يعني الان لو انت شغالة مثلا في دبي او في الامارات الشمالية او او او, أو في الامارات في ادك، بطلبوا الان على القيادات الوسطى دبلوم مهني غير الدبلوم التربوي، الدبلوم التربوي للرخصة بشكل رسمي. لكن المهني بينطلب عشان تكون انت منسقة، وراح ينطلب كمان على المعلمين عشان يبين انه هو مستمر في عملية ايش، في عملية التطوير المهني. وتوقع سمعتوا عنه قبل ايه؟ سمعنا عنه يا دكتور، بس يعني لا ندري هل ان كان سنوات الخبرة، انا عندي 25 سنة فاهم عليك. فاهم. اللايسن، شوفي اللايسن سيستم، يعني نظام التراخيص هو نظام مستقل بذاته، عشان تحصل على الرخصة لازم يكون في عندك يا اما خريج كلية التربية يا اما ماخذ دبلوم تربوي، يعني هو منفصل تماما لحاله، قسم لحاله في الوزارة. والتأهيل التربوي لا يغني؟ التأهيل التربوي إذا كانت تحت نظام دورات لا أتوقع أنهم في التراخيص بيأخذوا فيه، لا أتوقع، لكن بتاخد فيه المدرسة، بتاخد فيه إصدار إخطار التعيين، لكن الرخصة ما أتوقع. الرخصة بدهم تكون خريج كلية التربية أو خريج دبلوم تربوي، يعني يكون فيه مثلا معك بعد الأربع سنوات بكالوريوس سنتين تربوي أو سنة تربوي، بتاخد سنة تقريبا. إن شاء الله وصلت يا دكتورة. وصلت يا فندم، شكرا. الله يعطيك العافية. حد باقي عنده سؤال يا جماعة؟ خلاص الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نراكم في محاضرات سابقة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا دكتور.